عارفني كان انا عارف. شكلك مش غريب. ما غريب الا الشيطان. تعال بالراحة. طيب على مهلك على مهلك. استنى طبعا هات ايدك. الحمد لله انك فقت. طب اقعد. طيب ثواني وراجع عشان خاطري اوعى تتحرك لحد ما ارجع لك. دكتور أيمن أنا نادية. أيوة بكلمك من المستوصف. عارفة إن جدولك مش النهاردة لكن مش هتصدق العيان فاق. أيوة بتاع الحادثة. تلاتة بالله العظيم فاق وسايباه قاعد جوه أهو. طيب ما تتأخرش مستنياك يا دوك. أنت عارف النهاردة إيه في الأيام؟ طب كم في الشهر؟ طب احنا تفتكر في سنة كام؟ يعني لا اسمك ولا عنوانك ولا الهوى. طب بص حاجة بقى دلوقتي المشكلة اللي احنا كمان ما نعرفش عنك أي حاجة. أنت لما جيت لنا ما كانش معاك أي حاجة. لا بطاقة ولا كارنيه وطبعا وأنا مليم. ترخيبها بقى أبلة نادية. هي اللي توسطت لك عند أصحاب المستوصف. لولا كده كان زمانك مرمي في مستشفى حكومي بقالك 14 يوم. هو انا هنا بقالي 14 يوم؟ اه من الثلاث اللي قبل اللي فات وانت في غيبوبه وعايش على المحاليل. طيب يعني هفضل كده لحد امتى؟ بص للامانه دي اول حاله فقدان ذاكره قبلها في حياتي فبالتالي مش هعرف افيدك باي حاجه. بس انا على العموم رايح الكليه دلوقتي. ممكن اكلمنا بدكتوره سعاد مندور اللي بتشرف على الماجستير بتاعي. بتهيألي هي ممكن تكون مهتمه بالحاله بتاعتك. ايوه يعني ممكن اتعالج ارجع افتكر كل حاجه تاني. يا سيدي ما تستعجلش. بص عايزك عقبال ما ارجع لك امسك. لو افتكرت اي حاجه عن نفسك عن العيله عن الحادثه اللي حصلت لك اكتبها لي. بس اوعى تضغط على نفسك ماشي؟ ابقى اكلمك بقى ناديه. ماشي يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام. يوسف معلش يوسف اتاخرت عليك. اصل المكان بعيد جدا وبعدين كان لازم استلف عربيه واحده صاحبتي. المكان ده انا اول مره جيت وقت طبعا. ايه اللي حصل؟ حادثه ايه؟ في ايه؟ بصراحه مش عارف اقول لك ايه. وانا نفسي مش فاهم حاجه. هم قالوا لي هنا ان هم لقوني مرمي على الطريق وجابوني هنا عشان اتعالج. قالوا لي كمان ان انا بقالي فتره في غيبوبه ولسه فايق النهارده. المشكله ان انا دلوقتي مش فاكر اي حاجه.
فلقيت رقم حضرتك على ظهر الكارت ده اهو، فقلت يعني جايز حضرتك تكوني تعرفيني كويس فتفتيني بأي معلومة تعرفيها يعني. الفيديو اترفع على اليوتيوب من ساعة تقريبا كده. مجدي عبد العزيز ابتدى الحرب. هو صحيح اعلن امبارح ان في فضيحة هو مجهزها لأحد المرشحين، بس مفيش أي دليل على إن هو ورا الفيديو ده بالذات. أكيد هينكر صلته بيه علشان ما نرفعش عليه قضية. هعمل لي فيها بتاع ربنا. في أي اقتراحات للمواجهة؟ إشاعة التمويل بتاع الأسبوع اللي فات كانت مجرد كلام مرسل ورا مضروب، إنما المرة دي في فيديو، والصورة بألف كلمة والفيديو بألف صورة، عشان كده رأيي إننا ما ننفيش. يعني إيه؟ يعني أنت عايز الدكتور يعترف قدام الناخبين إن هو اللي موجود في التسجيل ده؟ وإيه يعني؟ واحدة عارفها وخلاص نزهة وراحت لحالها، زي ما كلينتون كان عنده نزهة والشعب الأمريكي سامعه. الكلام ده بره مش هنا، احنا في مصر يا ابني. الكلام ده لو حصل عندنا هنا ده الناس تشفطنا بثواني. طب انا عندي اقتراح، لما تتجوزها يا دكتور يبقى الموضوع خلص خلاص. انتهى بلالة. اعتقد يا دكتور ان مفيش قدامنا غير النفي. قصدك الكذب. في السياسه كل شيء مباح، اهم حاجه المصلحه العامه. احنا ممكن يا دكتور نقول ان احد المرشحين هو اللي فبرك لنا الموضوع، واحد اعدائنا يعني، ونبقى ردينا الضربه لمجدي عبد العزيز بدون ما نجيب سيرته نهائي. يا جماعه لاحظوا، الناس سامحت كلينتون على النزوه لكن ما سمحتوش على الكذب. ما ينفعش. تمام، يبقى احنا كده رجعنا لنفس الحلين، يا يعني نقول الحقيقه يا يعني نكذب. تصير كول يا دكتور، شوف حضرتك عايز تعمل ايه. فقدان ذاكره؟ الدكتور بيقول كده. الظاهر ان الحادثه كانت جامده قوي. ده انا وشي وحش قوي عليك. معقوله اليوم اللي نخرج فيه مع بعض يحصل لك كل ده؟ لا ابدا، انت ذنبك ايه يعني؟ ده زمان مامتك قلقان عليك قوي. انت قلت لي انك ابنها الوحيد وان هي مرتبطه بيك جدا. طيب تعرفي شايفين؟ لا انت ما قلتليش انت ساكن فين. خلي بالك دي كانت اول مره نتقابل فيها، قصدي تاني مره بعد يوم المطار لما نزلنا اتعشينا مع بعض. بس انا كان معايا الكارت بتاعك وكان فيه عنوان الشركه، بس انا مش عارفه حطيته فين. انا لو كنت اعرف ان الموضوع كده كنت جبته معايا وانا جاي. بس ما تقلقش، اوعدك هدور عليه. شكر قوي واسف على تعبك. يا رب يكون جيب فايده. لا ازاي بقى جيب فايده طبعا، كفايه اني عرفت اسمك. ده انا عرفت كمان اني كنت في لندن ورجعت من اسبوعين، وان ليا ام وعندي شركه. احنا كنا فين وبقينا فين؟ طيب انا لو لقيت الكارت بتاعك هكلمك ازاي؟ كلميني على النمره اللي كلمتك منها، ده رقم الممرضه اللي جوه، اسمها ناديه. الدكتور اللي بيعالجني قال ان شاء الله بكره هيعرضني على اخصائي، يعني قال ان في امل نفتكر كل حاجه تاني. يا رب. طيب مش عايز حاجه تانية؟ لا متشكر قوي واسف على تعبك مرة تانية. مساء الخير يا نادي. هي دي نهى؟ لا دي هالة اللي كانت على ظهر الكارت. هالة ونهى؟ ايه يا عم ده انت باين عليك حكاية. والله بقى ما بقيت عارف حاجة. جات لك مكالمة على موبايلي من شوية. مين؟ المرة دي واحد للأسف بيقول إن اسمه وائل. وائل حسين؟ طب ممكن ما تكملش، اتفضل آخر دقيقة في الكارت. مش خسارة فيك يا عم. مين؟ أيوة أستاذ وائل حسين معايا؟ مش أنت اللي كلمتني من شوية على الفويس مين بخصوص نهى؟ هو انا كنت قابلت انسه نوع عندي من فتره في الشركه وكانت اديت لي الكارت بتاعها. ايوه يعني انت مين بقى؟ انا يوسف رمزي. مين؟ انا يوسف رمزي معاك. يوسف رمزي البيزنس مان بتاع لندن اللي جه دعم دكتور رأفت؟ هو انا فعلا كنت في لندن، بس مش هو ده المهم. المهم ان انا دلوقتي واقع في ورطه كبيره قوي، والانسه نوع هي الوحيده اللي تقدر تساعدني. الكلام ده ما ينفعش في التليفون. تعرف تقابلني كمان ساعه؟ طبعا. فين؟ اكتب العنوان عندك. طب ثانيه واحده. بدري. ياه الكلمة دي ما سمعتهاش من أيام ماما الله يرحمها. طب يعني يا ستي لما تقرري تنزلي
على الاقل على الاقل عرفيني بدل ما ساره صاحبتك تكلمني وتقولي انك استلفتي عربيتها وانا نايمه على وداني. وايه يعني استلفت عربيتها؟ ما انا ايام عملت لها حاجات. ويا ترى استلفتي عربيتها ليه بقى النهارده؟ فاكره المشوار المتاجل بقاله اسبوعين؟ ايه فاكره يوسف؟ يوسف فاكراه؟ الا فاكراه ده خسرني الرهان ابن ال. بقولك ايه، كلمني مكالمه غريبه جدا مش هتتخيليها. ازاي يعني؟ معرفش كلمني كده لقيت صوته مهزوز، شكله مش عارفني. نعم مش عارفك يعني ايه. بيقول عمل حادثه. حادثه ايه؟ ده قديم قوي ابن الايه، خرب بيته. لا ده بجد، ده بيقول ان هو نسي كل حاجه من يوم ما كنا مع بعض. المهم انه اتصل مش كده؟ يبقى انا اللي كسبت الرهان. انت بتهزري؟ انا بتكلم بجد. جد مين؟ جد مين ياما؟ ده واحد بيقول لك فقد الذاكره. ايه فقد الذاكره دي؟ والله لو كنت شفتيه كنت فهمتي. وائل حسين. ايوه لكن انت مش يوسف رمزي. هو احنا اتقابلنا قبل كده؟ انا وانت لا، لكن انا شفت يوسف رمزي لما جه يقابل دكتور رأفت في الحمله عندنا. بتقول مين اللي جه؟ يوسف رمزي البزنس مان بتاع لندن، وكان معاه البنت اللي اسمها رباب عز الدين بتاعت فضحت النهارده، واحد تالت معرفوش. الكلام ده كان في نفس اليوم اللي اختفت فيه نوها من اسبوعين بالظبط. طيب هو انت اخر مره شفت فيها نوها كان امتى؟ لما اعرف الاول انت مين وتعرف عنها ايه. انا يا سيدي واحد عمل حادثه من فتره، ولما فاق لقى عنده مشكله في السكره وما لقاش معاه غير كارت حمله رأفت الرابي وفي اسمه ورقم نوها عباس. يعني انت فاقد الذاكره؟ ايوه. وعايزني اصدقك. عندك حق يا استاذ وائل، بس برضه مش هتخسر حاجه لو حكيت لي كل التفاصيل، يمكن اقدر اساعدك. انا وصلتها لحد البيت قبل ما تختفي بليله واحده. كان المفروض اعد عليها تاني يوم ونروح الحمله سوا، بس العربيه عملتها معايا فاضطريت اروح مواصلات. كلمتها علشان تتصرف وبعدها موبايلها اتقفل، ودي كانت اخر مره اسمع فيها صوتها. في نفس اليوم وصل يوسف رمزي والاثنين اللي معاه الساعه 10 بالظبط. كنت مكلف زميل ليا يعمل عنه ريسيرش ويقدم لي تقرير. طبعا مش انت الشخص اللي اتعمل عنه التقرير ولا اللي شفته داخل علينا يوميها. طب وايه اللي حصل بعد كده؟ اللي كل الناس تعرفه دخول الناس دي الحمله كان خراب من اولها. الاسبوع اللي فات ظهرت فضايح ماليه لرأفت الراوي بسبب تبرعات يوسف رمزي، وبعدين فضحت الفيديو زي ما يكون حد زقهم عليه. طيب وايه علاقه نوى بالكلام ده؟ بقول لك اختفت من يوميها، نزلت من البيت وما وصلتش الحمله. قلبنا عليها الدنيا ومفيش اثر، وطبعا والدها مخبي على الموضوع وما بيردش على تليفونات حد لانه راجل شرقي وخايف على سمعه بيته وبنته. وانا من ناحيتي دورت معاه في كل حته، فص ملح وداب. ومفروض ان انا جاي لك دلوقتي على اساس انك عندك معلومات ممكن تساعدني بيها. للاسف ما عنديش. لما تبقى حابب تشتغل حد تاني بعد كده يبقى دور على حدوته مقنعه اكتر من كده، عشان مش ناقصه افلام ولا تضيع وقت.
ايوه انا وائل حسين. وجبت الرقم ده ازاي؟ اتصلت بيك على الرقم اللي كلمتني منه قبل كده. البنت اللي ردت عليا ادتني رقم واحد اسمه ضيف، هو اللي اداني رقمك ده. انت قلت لحد ان احنا اتقابلنا؟ انت هتشك فيا؟ امال انا اعمل ايه؟ على فكره احنا لقينا نور، قصدي لقينا جثتها. ماتت؟ اتقتلت مخنوقه بحبل. يبقى اكيد خلصوا منها عشان هي الوحيده اللي شافتني. بتتكلم عن مين؟ عن اللي عايزين يخلصوا مني، اللي بدلوني بواحد تاني. انا قلت لك قبل كده ان نوها الوحيده اللي شافتني، يعني لو كانت شافت الراجل ده كانت هتعرف ان هو مش يوسف رمزي الحقيقي. اكيد عشان كده قتلوها، واكيد دلوقتي كمان مراقبين تليفونك، ولو فضلنا نرغي دقيقه كمان هيعرفوا انا فين. وهنعمل ايه؟ عندك استعداد تثق فيا؟ امياني كده؟ خلي التليفون جنبك. يلا يا بنتي بس فاضله 10 دقايق ويبقى تحت. ما تقلقيش، اقعدي اقعدي. وبعدين ما احنا بنروح نترازي في المطار بالساعات، لو فاتنا الاتوبيس نبقى ناخد تاكسي. كيف بنتي تاكسي؟ انا مش هركب تاكسيات. بتستلفي عربيات بس انتي مش كده؟ يوسف معلش انا عارف ان الوقت بدري قوي، بس كان لازم اشوفك. اتفضل. مين يا هاله؟ اوكي. لبنى صاحبتي وساكنه معايا. يوسف اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم، شرفتنا. What would you like to drink sir؟ لا ولا حاجه، انا ماشي. طيب اتفضل يوسف. انا مش هاخد من وقتك كتير، انا جاي اسيب عندك الشنطه دي امانه. ده لو ينفع ما تقلقيش، ما فيهاش غير شويه ورق. بعد ما سبتيني في الشركه رفيق جه وفي الاول استقبلني كويس قوي، وبعدين رفع عليا مسدس وكان عايز يقتلني. نعم هو ده اللي حصل. الحمد لله عرفت اخلص من الموقف ده، ولميت كل الورق اللي قدرت اخده من الشركه وحطيته في الشنطه. انت كده بتطمني؟ انا سهلة صدقيني، انا مش عايز اورطك في حاجه، بس لازم تعرفي ان مفيش حد غيرك دلوقتي اقدر اثق فيه. الشنطه دي لازم تبقى في امان، لحد دلوقتي معيش اي حاجه اقدر اثبت بيها انا مين، يعني محتاج شويه وقت. ومع ذلك لو قلتي لا يعني انا مش هزعل خالص، بالعكس انا هبقى متفاهم جدا موقفك. لا خليها. طيب متشكر قوي. الشنطه اهي، هكلمك لما ترجعي. بالسلامه. على اذنك. انت يا بنت انت هتفضلي متنحه كده لحد ما نوصل طوكيو ولا ايه ان شاء الله؟ وقفي هنا، انا عايزه اسالك سؤال واحد بس. من غير ما تسالي، مش عارفه الشنطه دي فيها ايه؟ وانت ينفع تقعدي كده ما تعرفيش الشنطه فيها ايه؟ مش ناويه تفتحيها؟ لا. هالة انت مش شايفه ان كده خطر؟ جايز مش عارفه. اه طبعا معرفش، مش عارفه بقى. يلا. لا رد هايل ومقنع، اقتنعت قوي. اطلع البيت. بيت مين؟ انت هتستعبط يا امك؟ اطلع على بيت امي. اطلع.
اخرتها ان شاء الله. شوف انت، واحد كان عايز يقتلني وسرق اسمي وادى لواحد تاني، شوف انت بقى تبقى اخرتها ايه. لازم احذرك ان زورك دلوقتي هيكون خطر عليك قبل اي حد تاني. ما تشغلش بالك بيا، خليك في نفسك. ادي ايه مسافه السكه لحد ما نوصل للبيت، وبعد كده هتاخد جزائك وبالقانون. عايز قانون؟ اهو القانون قدامك. اتصرف عادي كأن مفيش اي حاجه. باشا اختك رخصة العربية. حاضر، اتفضل. سليمة؟ تمام سليم. على فكرة الشخص اللي قاعد جنبي ما عرفوش معاه سلاح وبيهددني بيه. نعم يا اخويا. والله العظيم. معاك بطاقة؟ لا معيش. نزلوه، نزل انت كمان. شو العربية؟ ويهدى بقى ان شاء الله. كان بيشوف حطوه في البوكس، خدوه معاه. لا معاك بطاقة ولا باسبور ولا رخصة ولا حتى شهادة ميلاد ولا أي إثبات شخصية، وعايزني أصدقك؟ يا فندم سبب قلت لسعادتك إن أنا ساعة الحادثة اتسرقت، يعني ما عادش معايا أي حاجة. تقوم تتهجم على الناس في عربياتهم بمسدس؟ أنا ما اتهجمتش على حد، هو اللي كان عايز يقتلني امبارح في مكتبه. الراجل ده مجنون، هو فعلا أول مرة أشوفه كان امبارح بالليل، جالي المكتب وتهجم عليا وسرق السلاح بتاعي اللي قدامك وأخد الفلوس اللي كانت عندي في الخزنة. عملت بلاغ ساعتها يا استاذ رفيق؟ لا حضرتك، انا شغال في بيزنس كبير وحاجه زي كده ممكن تعمل لي شوشره، اكيد فاهم. يعني السلاح ده بتاعك؟ اه طبعا، وهي الرخصه بتاعته كمان. اتفضل. تمام. وانت بقى يا استاذ يوسف، لو كان ده اسمك فعلا، هنفترض ان كلامك صحيح والراجل ده كان عايز يتهجم عليه، ما بلغتش عنه ليه برضه؟ ما ترد يا فندم. اقسم لك بالله البني ادم ده اتعرف عليا فعلا، وهو الوحيد اللي عارف ومتاكد ان انا يوسف رمزي صاحب الشركه اللي هو شغال فيها. الكلام ده تخريف، لو هو فعلا يوسف رمزي صاحب الشركه خليه يقول لك اسم والدته ايه، ولا بجد فاقد الذاكره. طيب اتفضل يا استاذ رفيق، امضي على المحضر واستلم عربيتك وانتظر معانا بره شويه لحد ما نكشف على السلاح ونتاكد انه سليم. حاضر، نشوف حضرتك. اما انت بقى فموقفك صعب، هتبات في الحجز الليله دي لحد ما تتعرض على النيابه بكره الصبح. طيب بعد اذنك، يعني ممكن اعمل مكالمه من تليفوني؟ والله لو حد يقدر ينجدك ويجيب لك اي اثبات شخصيه اتفضل كلمه. يا دكتور ايمن، كان عايز اشوف امه. ما تقلقش انا هتصرف زي ما اتصرفت في البيت بتاعت رأفت الراوي. يا فندم استاذ يوسف بقى له اسبوعين في غيبوبه عندنا في المستوصف، وفعلا لما فاق كان عنده مشكله في الذاكره واسترجاع المعلومات. اقول لحضرتك انا ممكن اجيب لك تقرير ممضي بالكلام ده من اكبر دكتوره مخ واعصاب عندنا في المستشفى. اعذرني يا دكتور، كل اللي بتقوله ده ما يثبتش انه يوسف رمزي فعلا. وبعدين انا قدامي لست التهم، سرقه وخطف وشوع في قتل وحيازه سلاح بدون ترخيص، وعذر مرضي زي فقدان الذاكره ما يخلينيش افرج عنك دلوقتي، بالعكس ده سبب ادعى للتحفظ عليك لحد ما تتعرض على كشف طبي. طيب انا ممكن استاذن حضرتك اجيب له محامي دلوقتي؟ ولا اكبر محامي فيك يا بلد يقدر يخرجه الليله دي، بكره لما يتعرض على النيابه هم اللي يقرروا اذا كان ممكن اخلاء سبيله الكفاله ولا لا، القانون بيقول كده. خلاص يا فندم متشكر، انا ان شاء الله بكره اجيب له محامي واكون جبت معايا التقرير. بعد اذنك. اتفضل. ربنا يقويك بقى على ليلتي. معلش يا دكتور تعبتك ونزلتك من البيت. مش قلت لك الناس لبعضيها؟ مش محتاجة أي حاجة تانية. متشكر قوي. عن إذنكم. اتفضل. خدوا صوروا وحرص الحاجات اللي معاه لحد ما يتعرض على النيابة بكرة. ما تخافش على حاجة، هتفضل معايا، بكرة لو خرجت من النيابة بتدوني، قول إن شاء الله. إن شاء الله. إمتى؟ إيه يا لولو بس؟ مش قادر تصبر يا لولو لحد ما الكابتن يكمل لاندنج.
وانتي مستنيه مكالمه مهمه قوي للدرجه دي ولا ايه؟ ينفع تسكتي؟ يوسف يلا حبيبي الغدا جاهز. ماشي يا ستي. يلا ملوخية في لندن. انت ازاي ما بقدوش عليكي في المطار؟ ما انت لو كنت بعتلي اجيلك بدري عن كده كنت هريتك كل يوم من ده بدل ما انت هفتان كده. هفتان؟ مش نرتقي بكلامنا بقى شوية؟ ارتقي انت براحتك، انا مبسوطة بنفسي كده. استنى ما ادوق الملوخية. دي ملوخية صحيح صحيح اديني في العتاق. عتاق في عينك. انا بقول على الفراخ. اه استني ثانية واحدة. مكالمة من مصر. ايوه يا رفيق. ايوه شفت الصور. استنى هقول لك، في واحدة اسمها ربوب عز الدين. اه البنت دي كويسة قوي. خلص معاها. ماشي يلا هكلمك انا بعدين. يلا سلام. سلام بقى ما تبقاش نازل باكل. سلام. طيب يا ستي بعد ما اخلص الملوخيه الجامده اللي انت عاملاها دي انا هاخدك الففك لندن حته حته، ده عشان الملوخيه بس، هوريك البلد دي عامله ازاي. بقول لك ايه يا يوسف، ما ترجع معايا مصر بقى. ستي كلها كام يوم وهحصلك ايه؟ مش قادره تستني الكام يوم دول؟ قلب الام، ما انت كان بقالك سنين من غيري، ما قلتيش كده ليه؟ اعمل ايه في الكام شهر اللي فاتوا دول؟ رجعت اتعودت عليك. معلش والله لو كان ينفع ارجع معاك ما كنتش دخلت. كام يوم وهحصلك على طول. تعالي بقى عازمك على اكل هنا انجليزي وما حصلش. مش الملوخيه الصيصه اللي انت عملتها لي؟ صيصه فشر ده، وانا بطش التومه شهقت حته شهقه. والله صيصه برضه وكانت بتزحلق زي ما قال سمير غانم. يلا يلا نروح. يلا من النيابة وتجيبهولي هنا فورا. التقرير اللي همضيلك عليه ده عليه اسمي وختم المستشفى، يعني أنا اللي شايلة المسؤولية كلها. يا دكتورة أنا متأكد إن الموضوع فيه سوء تفاهم. بس ما تبقاش متأكد قوي كده. هو أولا ممكن أفهم حاجة يعني شك فيه عشان قربت تهبل؟ ده هو اللي لازم يشك في نفسه أصلا يا أخي، ممكن العقل الواحد يخونه. إزاي يعني؟ أنا وإنت وأي شخص عادي ممكن نخلق ذكريات ما حصلتش أصلاً علشان نتوازن نفسياً، وممكن كمان نحور في ذكريات حصلت علشان تقدم السن، ما بالك بقى بشخص مش قادر يفتكر أي حاجة عن نفسه. يعني هو حضرتك تقصدي إنه ممكن يكون متورط في حاجة فعلاً؟ ممكن يكون الوهم اختلط في عقله بالحقيقة وهو مش حاسس، لأن الإنسان اللي ما يقدرش يفرق بين الوهم والحقيقة ممكن جداً يكون خطر على نفسه قبل ما يكون خطر على غيره. طيب أنا يا دوبك ألحقه.
انا وكلت له واحد محامي صاحبي. ايمن ما تجيش من غيره. تقرير اهو. حاضر يا دكتوره. بلا استر. ما ترجعش من غيره يا ايمن. حاضر. هقدر افرج عنه يا باشا. التقرير الطبي قدام حضرتك اهو. مظبوط، لكن ايه اللي يثبت لي ان التقرير ده يخص الشخص اللي واقف قدامي ده؟ دكتور ايمن اللي بعالجه واقف بره ويقدر يشهد. برضه مش كفايه، اسف يا فندم. ممكن ندفع كفاله كبيره لو ممكن. هات لي انت اثبات شخصيه واحد ليه وانا خرجه بضمانه من غير اي كفاله. ما هو اكيد حضرتك ما خرجتش من العدم فجاه يا استاذ يوسف. ولا يا ترى الناس اللي متامرين عليك من عينك برضه تطلع بدل فائد لاي مستند يخصك؟ يا راجل ما تدخلش دي على اي حد. والحل حضرتك؟ ولا اي حاجه. الاستاذ هيفضل معانا 4 ايام استمرار حبس على ذمه التحقيق، وفي الوقت ده انا هحوله لكشف طبي. ولو اتاكدت فعلا ان حالته تستدعي حجز في المستشفى ساعتها بس ممكن نتكلم. ها عملت ايه؟ خد 4 ايام استمرار حبس. ازاي يعني وتقرير طبي؟ ما جابش نتيجه. ابو حميد انت خبت ولا ايه يا عم؟ اتصرف، اكيد ليه حل يعني. فينها؟ تمام، مسافر بس شويه عند قرايبها في البلد، حبت مشاكل عائليه. طب تعالى بقى شيل شويه، عندنا شغل بالعبيط. عايز اسالك على حاجه الاول. اسال. وقف. فاكر يوسف رمزي؟ اه، وده هنساه ازاي ده؟ انت مش لزقت لي اسمه على ايدي. فاكر البنت اللي كانت معاه؟ اخ، بتجيب من الاخر انت يا عم وائل. شوف يا اخي، معناها جرافيك بس كبارة. جرافيك ازاي؟ الدكتور قال انها جرافيك. تبقى جرافيك. شفت بقى التقدم اللي احنا وصلنا له في الجرافيك؟ بجد اموت انا. معاك عنوانها؟ قصدي العنوان اللي اتصور في الجرافيك ده. ايه يا عم وائل؟ انت عايز تاخد لفه انت كمان ولا ايه؟ لا ابدا. حبة معلومات بس.
هي ثقافة حلوة مفيش كلام. وبعدين هو من السر، عم عبده السواق اللي وصل الدكتور لحد هناك ما سابش حد في المكتب ما قالوش. تقريبا عم عبده في الاخر هيطلع هو كمان جرافيك. بسام اخلص استعجل انت. ها بص، عارف كورنيش العجوزة؟ يا ضيف ركز في اللي هقولهولك، عايزك تجيب عربية وتطلع معايا مشوار. إيجارة إيجارة يا ضيف زي ما جبت الشقة. لا ما تقلقش هحاسبك المرة دي كويس، مستنيك ما تتأخرش عليا. مطلوب مني ان انا اصدقك؟ لو اديت نفسك فرصه تسمعني لحد الاخر اكيد هتصدقني. طب اتكلم. الخدمه اللي جايه اقدمها لك اني احذرك، هما خلاص عرفوا طريقك هنا واكيد هبعت وراك حد عشان يخلص عليك. اتكلم عن مين؟ رفيق؟ بتكلم على سرقوا اسمك وهويتك وسابوك كده يا عيني مش فاهم حاجه. طب وليه ما كنتش انت واحد منهم وكنت جاي مثلا عشان تخلص عليا؟ لو عايز اخلص عليك ما كانش زمانك قاعد قصادي دلوقتي. طيب انا افترض جدلا ان انت ملاك نزلت من السماء وجاي تحذرني فعلا، عرفت الطريق ازاي؟ استغرب لو قلت لك اني متابعك من اول يوم نزلت في مصر على طياره لندن. انت مش تفتكرني، دي اول مره نتقابل. اسمي منتصر. قال انت عايز تقنعني ان انت واحد جاي تحذرني ليه كده وهتاخد بعضك وتمشي. سبق وقلت لك ان جاي اقدم لك خدمه قصاد خدمه. طب وايه الخدمه اللي انا ممكن اقدمها لك؟ عايز كل حاجه خدتها من خزنه الشركه بتاعت رفيق، ما اقصدش الفلوس. الفلوس ما تلزمنيش، كل حاجه تانية كانت موجوده في الخزنه تلزمني. حاجه زي ايه؟ تفتكر مين دي؟ مش واخد بالي. اقول لك يا سيدي، دي مغنية مشهورة، قصدي كانت مشهورة قبل جوزها ما يقتلها وياخد فيها تأبيدة، اسمها شجن. افتكرت عنها حاجة؟ ايوه. ايه علاقتها يعني بالحاجه اللي كانت في خزنه رفيق؟ في حاجه كانت موجوده جوه الخزنه بتاعت رفيق ليها علاقه بجريمه القتل. الحاجه دي تلزمني ومن غير ما تسالني ايه هي الحاجه دي او عرفت ازاي انها موجوده جوه الخزنه. ولما تتاكد ان تحذيري اللي اقتلع في محله وانهم هبعتوا وراك حد عشان يخلص عليك هتثق فيا. ولو كنت لسه عايش بعديها يبقى تعالى قابلني في العنوان ده، هتلاقيني مستنيك. سلام يا يوسف. عايز تعمل دماغ عالي دماغ حلو هيبقى قرص كامل. في الاول مش هتبقى مستحمله، هتحس بغثيان، هتحس بدوخه برعشه، هتسمع وتشوف حاجات مش موجوده. انا اسف اسف جدا.
اسف معلش. اسف ايه ومعلش ايه؟ مش تاخد بالك يا اخي. والله يا فندم انا مش عارف، انا معجب بحضرتك جدا، ما كنتش متخيل ان اليوم اللي هشوفك فيه هيحصل كده. معلش. معجب ايه وحضرتك ايه بس دلوقتي؟ انا اسف. بدل ما تاخدني من ايدي ونصلح اللي انت عملته دلوقتي. اه طبعا طبعا، اتفضلي حضرتك اتفضلي. استنى، هو انا شفتك قبل كده؟ والله في الحقيقه انا اول مره اجي هنا. بالنسبه لي انا شفتك كتير طبعا بس مش هنا. ده ما خفيف. اسمك ايه؟ يوسف، يوسف رمزي. اتفضلي اتفضلي. دي مغنية مشهورة، قصدي كانت مشهورة قبل جوزها ما يقتلها وياخد فيها تأمينة، اسمها شجن. أصل أنا رجل أعمال صغير على قدي. تشتغل في إيه؟ في السياحة، عندي قرية محمدية في البحر. وإيه اللي هناك وسط الغيلان دول بقى؟ مش عارف والله، أنا واحد صاحبي عزمني هنا ومن ساعة ما جيت بدور عليه مش لاقيه. عشان كده ما كنتش شايف قدامك خالص. أعمل إيه بس؟ مستجد. والله أحسن لك، على الأقل لسه ما اتجوزتش. هو لازم يعني؟ يعني هو أحب أقول لك إيه عشان يبقى عندك اللي عندهم، الحقيقة أه لازم. يعني كل الناس دي ملوثة؟ شايف إنك بتبالغي شوية. والله أنا كنت زيك كده، بحلم بقى واحدة منهم لحد ما أقرب، واللي بيقرب ياما يشوف. إيه؟ عايزة تقنعيني مثلا إنك مش سعيدة في حياتك؟ عايز تقول يعني عشان شوية الشهرة والنجومية والميك اب والجو ده يعني؟ والصوت الساحر والموهبة والحلاوة والجمال. يا بنتي ده أنا في مرحلة في حياتي وكان عندي أزمة عاطفية، كان كل أملي في الحياة إن أنا أقعد كده وتغني لي لوحدي. تصدق أنا اللي نفسي والله حد يقعد جنبي كده ويطبطب عليا ويغني. آه مش هقدر أغنيك، صوتي كارثة. أصل الإنسان كده لما يشتهي ويحقق كل أحلامه بيرجع تاني يتمنى أبسط الحاجات، يعني زي حد يفهمه ويقعد جنبه يحس بيه. تصدق انا بسمع الكلام ده من شجن الفنانه المشهوره. انت طبعا عارف حكايتي مع زياد عسكر صح؟ لا. ما بتعرفش تكذب، انت زي كل الناس فاكر ان انا وهو مترافقين، بس على فكره احنا مش مترافقين ولا حاجه، احنا متجوزين في السر. هو يعني مش عايز يظهر بيا قدام الناس عشان خاطر مراته بنت الحسب والنسب، زي ما تقول يعني شايلني كده في دولاب الوقت عوزه. طب اسمحي لي يعني لو ما فيهاش رزالة. اتفضل. ايه اللي يجبرك على كده؟ ما انا زي انا كمان متحاميه في نفوذه وفلوسه، شايله برضه الوقت عوزه في الدولاب. غريب قوي، انا بصراحه كنت فاكر. لا ما تفتكرش، قلبك ابيض. قولي انت بتكون هنا في القاهره؟ يعني شويه وشويه، شويه في البحر الاحمر وشويه في القاهره، اشمعنى؟ يعني اصلا انا بعمل حفلات كده في البيت من وقت للتاني، يعني لو انت فاضي ممكن تشرفني يعني عدمك هنا. يا فندم ده شرف كبير، يا ريت الحفلات دي تبقى كل يوم. ده شرف ليا انا مستجد. طيب ايه اخبار بقى شقه 35؟ ميعادك بالثانية. ما تعودش تتأخر عن ميعادي. برافو عليك. اتفضل. على فكرة الحفلة ما أخرتها، صعب كتير قوي المعازيم هتوصل. أنا قلت الحفلة اتلغت ولا حاجة وأنا ما خدتش خبر. عادي جدا. لو عايزني ألغيها ألغيها. وأقعد أغني لك لوحدك زي ما حلمت في يوم من الأيام. انت لسه فاكره؟ وهي دي حاجه تنسي برضو؟ انا عمري ما شفت بجاحه ووش مكشوف للدرجه دي. وليه بتقول بجاحه؟ ليه ما تقولش وضوح وصراحه من غير لف ودوران؟ حضرتك جاي بيتي طالب الجواز من مراتي، قولي صراحه ووضوح. بس ما تقولش مراتي، مراتك واولادك قاعدين هنا في البيت، ولا انت نسيت ولا ايه؟ شجن دي انت معلقها معاك بحته ورقه راحت ورجعت، وشايلها على الرف كمان لوقت عوزه، وبيتهيألي شجن ما تستاهلش منك ده كله. انت يا دهبل ولا بتستعبط؟ متشكر على ذوقك، بس يا ترى بقى عندك شجاعة كافية انك تقف بره كده وتعلي صوتك وتقول الكلمتين دول؟ وتقول كده قدام المدام والاولاد انك متجوز واحدة تانية، ولا الشويتين دول قدامي هنا بس؟ انت عارف اللي يفكر مجرد تفكير من له دراعي ياخد حاجة غصب عني، انا ممكن اعمل فيه ايه؟ شجن مش حاجة يا باشا، وانا مش جاي استأذنك، انا جاي ابلغك. قصدي جاي اتسبق قبل ما اطب عليكم في شقه الدقي. معاصي الهانم فاكرها نايم على وداني ومعرفش ايه غرامياتها. خدها مني نصيحه يا ابني لوجه الله، اهرب، سيب البلد بحالها، لان لو شفتك قدامي مره تانيه هقتلك وقتلها.
ما عنديش مانع على فكرة، أنا ممكن أعرف فعلا، بس لازم سعادتك تكون واثق ومتأكد إن أنا يوم ما أهرب هاخد شجب معايا. ياه بقى زيارة رأفت امبارح لها مفعول سحري للدرجة دي؟ اقرا الجرايد وانت تعرف. قريت وفهمت، لكن على ما اظن يعني وجودك هنا له اسباب تانية، واتنشرت برضه في الجرايد. معاك حق، بس يعني بعد ما وصلت للدم مكاني هناك مش هنا. يا ابن الذين يا رأفت، عارف يخرج الوحش اللي جواكي. طب خلي بالك انت بس من البيت عشان انا مش هطول. مش محتاج وصايا على بيت امي يا ابويا، وهعمل بقى اصلي برضو، هغير هدومي وانزل اوصلك. انا لازم امشي من هنا. ما ينفعش، ما ينفعش قبل اسبوع. على الاقل يا ستي نصبر شويه لما الجرح يلم، قبل كده يبقى في خطر على حياتك. وهنا كمان في خطر على حياتي. أنا امبارح بالليل في حد دخل لي هنا وكان هيتهجم عليا. الموضوع ده يا ستي مش هيتكرر تاني، واحنا هنحاسب المسؤول عنه، والبوليس حط حرس على الباب خلاص، وكانوا عايزين ياخدوا أقوالك. أنا رفضت وقلت لا ما ينفعش إلا لما أنت تقولي لي بنفسك إن أنت مستعدة تقابليهم. لا أنا مش عايزة أقابل حد. طبيعي. أنا لازم أمشي. هنا بسرعة، هنا وديها بسرعة. صباح الخير تامر. معلش انا اسف، بس انت ما بترديش على تليفونك خالص من امبارح. كنت عاملاه سايلنت يعني. طيب الحمد لله. اتفضل ولا يا سيدي؟ طمني، ايه الاخبار؟ الحمد لله، ده وجاب نتيجة. بدأت أفتكر حاجات حقايق، يعني ما أقدرش أقول إنها كاملة أو مترابطة، بس يعني في تقدم. كل ده من جرعة واحدة؟ طب اتقل بقى لغاية ما تخلص الكورس كله وجلسات دكتورة سعاد وأنت هتدعي لي. عارف يا دكتور، كل الحاجات اللي بفتكرها بتأكد لي أكتر إن أنا يوسف رمزي. غلط. نصيحتي ليك بلاش تبقى متأكد من حاجة دلوقتي، لسه بدري أوي. يعني إيه؟ يعني زي ما قلت لك قبل كده وزي ما دكتورة سعاد قالت لك، لحد دلوقتي عقلك ممكن يكون بيصور لك اوهام، خيالات، بيشوه لك حقيقة. بص، هي شاشة انت بتشوف عليها اللي انت عايز تشوفه. حتى لو كنت اللي بشوفه ده متأكد اني عشته فعلا؟ بص يا عم جو، احنا لما بنحلم بنبقى برضو متأكدين ان اللي احنا عايشينه ده واقع، زي ما تقول عقلنا يعني بيخيل لنا ان واقع تاني خالص بتفاصيله وكل الحاجات اللي فيه. بص على صفارك، عارف لما بتحلم اللي انت بتقع من دور عالي، ايه بقى اللي بيخليك تصحى قبل ما تلمس الارض؟ عشان انت لو مت في الحلم برضه هتموت في الواقع. يعني بص، هو خط او منطقه مشتركه بين الواقع والوهم. انا بقى متهيألي ان انت في المنطقه المشتركه دي. نصيحه مني، تروح بيتك تقعد تكتب اللي انت بتفتكره ده في الكراسه، ومع الوقت اللي انت بتكتبه ده هيخليك تعرف تفرق بين الواقع والوهم. ولو سمحت ما تنساش الميعاد بتاع الدكتور سعاد عشان ما تودينيش في 60 ده. ماشي؟ فعلا جالي حد كان عايز يقتلني، عشان كده قلت اجي هنا اخد منك الشنطه واروح للاسم المنتصر ده، يمكن يفهمني اي حاجه. يعني هي شجن دي اللي انت حكيت لي عنها ليله الحادثه؟ حكيت لك ايه؟ لا مش بالتفاصيل يعني. قلت لي ان انت سبت البلد بعد قصه حب فاشله مع واحده متجوزه وجوزها قتلها، بس ما جاش في دماغي يعني ان هي تطلع شجن في الاخر. او تصدقي لما شفت صوره شجن دي ما عرفتش هي مين اساسا، بس بعد كده بدات افتكر شويه تفاصيل، واللي بتقوليه ده اكد لي اللي قالولي منتصر. شجن؟ شجن. يا ريتني يوميها كنت حكيت لك كل حاجه عن تفاصيل حياتي مش عن شجن بس. هو انا ممكن اجي معاك؟ ده يبقى من باب الاهتمام ولا الفضول؟ مش عارف. مش عارفه ايه؟ يا بنتي بقول لك مؤامره كبيره، وصلت انهم يقلبوا عليا امي. مش خايفه؟ طب بلاش، مش خايفه لا اكون بكذب عليكي مثلا، بقول لك اي كلام؟
مش عارفه ليه مصدقك حتى لو كلامك مش مقنع يعني، بس بابايا الله يرحمه علمني ازاي افرق بين الصدق والكذب. على فكره انت ليله الحادثه ما كنتش صادق في كل اللي قلته، بس مش عارفه ليه دلوقتي مصدقك. وعلمك ازاي بقى تفرق بين الصدق والكذب؟ اصله كان ضابط بوليس. ما تبصليش كده، عيلتنا كلها ضباط. الله يطمنك. بس كان بيحب شغله قوي لدرجه ان هو اتقتل في اسيوط من 15 سنه وسامني اخوي ربيني. وده الله يرحمه برضه؟ لا لسه. امال ليه مش عايشه معايا؟ لا انا قصتي قصه طويله، هنقعد مع بعض احكيها لك. انا هروح اغير هدومي. مصممه برضه؟ لو انت مش عايز نيجي خلاص. ما اخبيش عليك قلقان. طيب ماشي، بس لو كده بقى هطلب منك طلب. عايزك تشيلي الفلوس اللي في الشنطه وتخليها عندك. ماشي اتفقنا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. خش غاية. ممكن افهم بقى اللي بيحصل بره دلوقتي ده اسمه ايه؟ معلش اللي حصل جه امبارح متعور في كتفه واغمى عليه على البيت. امبارح واغمى عليه؟ امبارح يعني ايه؟ يعني بات هنا؟ بقول لك اغمى عليه يعني كنت هعمل ايه؟ يا سلام، اغمى عليه تقولي حضرتك مبيتاه عندنا في البيت. ايه الفلوس اللي انت مطلعيها دي؟ ايه الفلوس دي؟ وطي صوتك هيسمع. ما يسمع ولا يتنمي. بذمتك انت مصدقه حكايات الحبس اللي عمال يحكيها دي؟ فقدان ذاكره ايه وفلوس وشنطه وميره؟ وكل يوم والتاني ناطط لك هنا يا اما بيكلمك في التليفون، ايه الجو ده؟ مش انتي اللي قلتيلي تدي نفسك فرصة؟ يا سلام، وانتي بقى قررتي فجأة تسمعي كلامي، ما انتي طول الوقت يا حبيبتي مسقعة للكلام اللي أنا بقولهولك، اشمعنى دي يعني اللي شبطتي فيها؟ نبقى نكمل خناق لما أرجع. انتي رايحة فين؟ انتي نازلة معاه ولا إيه؟ اه. رايحة فين؟ مشوار صغير وراجعة. راجعة امتى؟ مش عارفة. مش عارفة يعني إيه؟ هالة، اسمعي كلامي، اقطعي علاقتك بيه وكفاية لحد كده. وحضرتك قلت لي تقرب له ايه؟ انا ابن خالته. طب ده كلام يا جدع، الراجل متشحتف عشان يلاقي حد من قرايبه او حتى من معارفه من يوم ما فات. والله يا دكتور احنا برضو كنا قلقانين جدا عليه من ساعه الحادثه. طب وانتوا عرفتوا توصلوا له ازاي يعني؟ النيابه كلمتنا بعد ما قبضوا عليه، بس انت عارف بقى حصل قلق ومشاكل وضرب نار وهو هرب للاسف. كده سالنا عليك، اللي يسال ما بيتوهش. طيب يا سيدي، بص عموما هو حالته نادره ومش سهله طبعا يعني، بس هو بيتحسن. اي نعم بيجي له شويه خزعبلات ويقول لك مش عارف في حد ايه عايز يجري ورايا ويخلص مني اي كلام، بس يعني الذكريات بترجع له بالتدريج. يعني ابتدى يفتكر. هو اللي قال لي كده. بص انا فاهمك. هو مأجر شقه في منطقه قريبه من المستوصف اللي انا كنت بعالجه فيه. دي عارفها، بس سالت عليه هناك من شويه ما كانش موجود. ولا تشغل بالك، هو هيختفي وبيرجع تاني عادي جدا. ابن الذين يوسف، امبارح كان عندنا ميعاد مع الدكتوره سعاد والست مشكوره جت وهو اختفى. مين بقى الدكتوره سعاد دي؟ دكتورة سعاد دي أجمل دكتورة مخ وأعصاب. هي لما تطلع التقرير بتاعها. تقرير إيه؟ التقرير اللي قدمناه للنيابة. أنت مش قلت لي إن هما كلموك؟ دكتور التفاصيل كتيرة جدا أنت عارف بقى، بس الدكتورة سعاد دي هي اللي بتكشف عليه وهي اللي بتعالجه؟ أيوة يا سيدي، وهي سبب التحسن اللي هو فيه. طب يا دكتور هتعبك معايا لو سمحت. الدكتورة سعاد دي أقدر أصلها إزاي؟ عايز أطمن عليه طبعا. بص هي مش هتفيدك بقى أكتر من اللي أنا قلته لك، بس تعالى معايا. اتفضل قدامي. سيبها اه خليها. كنت متأكد انك هتيجي. حاجة معاك؟ ايوه يبقى اتفضل معايا. فارس بيه مستنيين. فارس مين؟ فارس بعسكر اخو زياد بعسكر. تعال. طيب.
راضيه تتكلم الا لما انت تيجي. تاكي مراد جديد مش عارفه قعدت تقول حاجه عن مؤامره وان يوسف اللي انت قابلته مش يوسف الحقيقي وحاجات كده. نفس اللي قاله وائل. عموما هنعرف. يا فين؟ مش عارفه انا سايباها هنا ومنبهه ان محدش يدخل لها. يعني ايه الكلام ده؟ دكتور، دكتور حلمي وصل. ايه؟ دكتور حلمي؟ هو مش بقى الدكتور ومسافين عشان ياخدوها من شويه؟ ايه؟ ايوه انا شفتهم من شويه وهم باخدوها من الباب اللي وراني وقالوا لي ان هما بيعملوا كده عشان ما يعملوش شوشره قدام الحمله. اهلا يا يوسف. اتفضل. اتفضل اتفضل. سيجارة يا يوسف؟ شكر. سيجارة مدموزيل؟ لا ميرسي. يا راجل سنين واحنا بندور عليك. قلبنا البلد من فوقها لتحتها وانت اتاريك كنت هربان بره. وعرفت ازاي انها رجعت؟ انت اللي قلت لنا يا يوسف بس بطريقه غير مباشره. فاكر لما رحت العماره عند شجن ووقفت قدام الكاميرا وقعدت تبص لها كانك كنت بتوصل لنا الرساله وتقول لنا انا رجعت. وانا هعمل حاجه زي كده ليه؟ انا عارف الحاله اللي عندك يا يوسف. وعرفت ازاي؟ احنا متابعينك من يوم ما رجعت من البيت للشركه للحادثه اللي حصلت على الدائري وبعد كده دخلت في غيبوبه لمده اسبوعين ولما فقت لقيت نفسك واحد تاني مش انت يوسف رمزي. يعني انت ورا اللي بيحصل لي ده كله؟ الله يسامحك يا يوسف. ولو انا بقى كنت ورا كل اللي بيحصل لك ده ايه اللي يخليني اساعدك عشان تسترد شخصيتك وترجع يوسف رمزي؟ على فكره لو تحب انا ممكن اجيب لك رفيق على طبق من ذهب. شوف انا هساعدك لاني محتاج لك. احتاج منك خدمه زي ما منتصر ما قال لك. فين الحاجة اللي كانت في الخزنة؟ حاجة هنا كلها. لقيته يا فارس بيه. ايه ده؟ زي ما انت شايف مفتاح. ايوه مفتاح بتاع ايه يعني؟ انت اللي هتقول لنا يا يوسف. انا اخويا زياد عسكر واتهم بقتل مراته واتحكم عليه بمؤبد قضى منها لحد دلوقتي 8 سنين والمفتاح ده هو اللي قافل على دليل براءته ومحدش غيرك عارف المفتاح ده بتاع ايه. انت اللي هتقول لنا يا يوسف. يا ريت النهارده تكون افتكرت حاجه جديده يا يوسف. لا انا جاي اقولك ان انا عايز اقابل زياد عسكر. بس انت عارف ان ده مسجون. ماليش فيه. انتوا ناس واصله ولو عايزين تعملوا حاجه هتعملوها من الاخر كده في خلال 48 ساعه. لو ما قابلتش زياد عسكر مالكوش حاجه عندي. امين. راح فين لحد دلوقتي؟ انا ورايا عياده كمان نص ساعه. انا كمان مش قادره اقعد هنا اكتر من كده. طب ايوه كده هيرجع ما يلاقيناش. بقول بقى لصاحبك اللي بره ده يبقى يقول له. انت رايح فين دلوقتي؟ اكيد رايح البيت عند القتيل بتاعك صح؟ هروح بقى اقعد عند واحده صاحبتي في المنيل. تعالي يا اختي اوصلك في سكتي وبعدين ابقى اشوف شغلي. لا مش عايزه اتعبك. مش انت من طرفه؟ يبقى تعبك راحه. يلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
ايه النظام؟ الدواء عمل معاك شغل؟ اه تمام، عايز علبتين. ما اجيبلكش الاجمد منه؟ لا لا، عايزه هو. بس مفيش روجيتا يعني المره دي؟ لا مفيش. ما تزعلش مني، الدواء هيبقى اغلى من المره اللي فاتت. سيك، هات علبتين. الدفع مقدم. يخلص الدواء. حاضر حاضر. سعاد مندور، السن 41 سنة، سبب الوفاة إصابة بطلق ناري في منطقة الصدر، بس كل الدلائل يا فندم بتقول إنها ما اتقتلتش هنا. من فين؟ صعب قوي نعرف المكان، لكن واضح إن الجثة اتنقلت للمكان بعد 12 ساعة أو أكتر. شكرا. بس محمد، الأنسة الأولى لمنع الرصيف. شكرا محمود. صاحبتك فين؟ معرفش، انا عماله اتصل بيها ما بتردش عليا خالص. سايبها هنا؟ سايبه الموبايل هنا. اصل انا كمان سايبه البيت من اول امبارح ومعرفش عنها اي حاجه. انا وهي اتخانقنا مع بعض لما عرفت ان انا اتكلمت معاك وقلت لها. لبنى انت اتصرفت صح، بس للاسف كان متاخر والدليل اهو. تعرفي حد من دول؟ أنا عارفة الراجل ده يا حسين. الراجل ده كان بيراقبها، أنا شفته واتكلمت معاها. بس هو هرب مني، وأنا كلمتها النهاردة عشان أحذرها منه. اتفضل. أنا كلمتها. أنا مش عارفة أقول لك إيه. ما اتصلتيش بيا ليه؟ أتصل بيه إزاي؟ بقول لك اتخانقت معايا ما عرفت إني كلمتك. طب ودي تعرفيها؟ بص. لو الهانم كلمتك تاني قولي لها اللي بتعمله ده هيوديها ويوديكي في 60 داهية. أنا نفسي مش عارف إزاي أخرجكم من المصيبة دي. أما يوسف بقى ده لو وقع تحت إيدي وديني لو أوريه اللي عمره ما شافه. بس يقع تحت إيدي. ارتاحي. تفضل. هو حضرتك ماشية؟ انت ايه رأيك؟ شكلك عندك حاجة عايزة تقوليها. تفضل. هو من ساعة ما دكتور رفض مشي وانا عايزة ادخل حضرتك، بس يعني كل شوية اقول لنفسي بلاش، يمكن اللي انا اقوله ده مش صح. طب ما تسيبي الموضوع ده لتقديري. انت تعرفي حاجة عن اللي صار بالخبر؟ دكتورة انا مش عايزة اكون العصفورة وانا عمري ما كنت كده. ولا هتكون. انت جايه تحمي نفسك وتحمي زمايلك. مين بقى؟ تميم ياسر، الميديا ستراتيجيست. اليوم اللي كانت فيه رباب عز الدين هنا سمعته كان بيكلم حد على التليفون، بس ما ميزتش الكلام قوي علشان كان موطي صوته واخد جنب. طب مش ممكن تكوني ظالمه؟ لا، ما انا بصراحه من شويه اخدت موبايله وفتشت فيه، لقيته كان بيكلم حد مش متسايف عنده على الكونتاكتس. خدت الرقم واتصلت بيه من موبايلي، طلع رقم نسرين سعيد. دي واحده من المتطوعين في حمله حافظ مشهور. هما كان في علاقه ما بينهم قديمه، اكيد هو اللي قالها، لان بعديها بساعه واحده بس جت الاسعاف وشالتها. ميرسي يا دينا. اتفضلي انت وبعتيهولي. طيب انا بجد اسفه، انا مش كده خالص. انت تصرفتي مظبوط جدا، ما عندكيش فكره انا مقدره تصرفك ده ازاي. اتفضلي يلا اعملي اللي قلت لك عليه.
أنا راجعة بكرة فرنسا. وجاي تبلغيني يعني؟ أيوه. حجزت التيكت وأكدت الحجز. وكلمت ماما عشان تستنيني. أمشي إزاي في الشارع بعد اللي حصل ده؟ تمشي وأنت راسك مرفوعة لفوق يا حبيبتي. زي ما نسمعت لك. دي كانت بتحاول تواسيني وتهون عليا. إحنا في مجتمع شرقي. وأنت حافظت على تقاليد المجتمع ده. لما فتحت دماغ الولد اللي ضايقك. بالمناسبة جالي من شوية. عندك فين؟ جالي الحمل يعتذر ويتأسف ومصر إن هو بريء وشاكك في حد من أصحابك يكون هو اللي أخد الصور. وطلع مين؟ ما قالش. قال هيحاول يجيب دليل. سيبك منه، ده بيصيع. أقصد بيهزر يعني. لاحظي إنه جالي من نفسه وهو مش مضطر. وطبعا جه كمل اللعب وفاكرنا عبطه. هنسمع كلامه. مفيش داعي للانفعال، وخلينا نشوف آخر الموضوع ده إيه. ولو انت مصر على السفر اجري شويه وخلينا وراه نشوف هجيب دليل فعلا ولا بيصيع زي ما انت بتقولي. هزرتك قبل كده؟ مش سمعتيش كلام. وتيجي دلوقتي متهمه في جريمتين قتل. بس انا ما قتلتش حد. انا عارف، بس عرفتي واحد قتل، عرفتي معاه قدام الناس. ممكن يصدقك دلوقتي. هو انتوا شاكر احنا بننسى اكتر من كده. حسين اقف من فكره ان عمك هيحميك مني. ايه ده اتكسر؟ ناس كتير. اقسم بالله انت مش فاهمه، مش فاهمه انا ايه جوايا. سيبها، خلي كلامك معانا. أنا بحلم. لا ما بتحلمش على حاجة. طلع شجاع فعلا. ماشي يا عم البطل، أحب أعدلك لفة الجرايم اللي أنا هوصلك بيهم لحبل المشناة ولا أنت عارفهم؟ ما عملتش حاجة غلط. أنا كنت بدافع عن نفسي، بدافع عن حياتي. ده شيء. طب ودكتورة صعب منظور دي بالذات انا ما قربتش ناحيتها فعلا. طيب تعالى معايا ونشوف الكلام ده مع بعض. صح يا يوسف، انت لازم تروح معايا. احنا كده كده كلنا تقريبا رايحين في 60 داهيه. اهلا، ازيك يا دكتور ايمن؟ وإيه بقى؟ لسه في حد تاني في أي حتة هيطلع لي فجأة ولا إيه؟ أنت لسه شجاع؟ صدقني ها. برافو، حقيقي برافو، شيء في منتهى الجمال. نزل مسدسك يا حسام. انت رجعت بدري، شكلك لغيت المؤتمر بتاع انسحاب. انا ما روحتش الحمام. كويس، تبقى صرفت نظر. كنت عند حافظ مشهور. المستشفى؟ ايوه. وايه اللي وداك؟ هو اللي طلب يقابلني مع انه بين الحياه والموت. ما هنش عليه ودع الدنيا غير ما يقول الحقيقه. حقيقتي حقيقتي اللي بيخوني من جوه حملتي يا دكتور. وقال لك؟ ايوه. انت يا نسمه
قال ان انت اللي سربت خبر الباب لما كانت عندنا في الحمله. انت صدقته؟ ما كنتش هبقى قاعد بسالك دلوقتي. انا مش متهم عشان ادافع عن نفسي، ده كلام فارغ على فكره. انت متاكده؟ انت بتشك فيا يا رأفت؟ مشكله حافظ مشهور ومثله في نفس الوقت انه راجل املاجي قديم ما بيتكلمش ابدا من غير دليل، وللاسف انا سمعت الدليل بودني. المكالمه اللي انت عملتيها للراجل اسمه رفيق اللي بيشتغل مع يوسف رمزي وبلغتيه فيها ان رباب عندنا في الحمله، لو تحب اسمعك المكالمه دي انا ممكن اسمعها لك. انا اسف فندم على اللي حصل، بس انا مش فاهم انت ازاي مأمن لواحد زي ده. انا ما بأمنش بحد. طب ليه سايب مجرم زي ده مطلوق كده في بيتك؟ تفتكر ليه؟ اه اكون مصدق انه فقد الذاكره والجوده. شوف يا حسام، انا عايز اقول لك ان انا بقالي فوق السنتين قافل بابي عليا ومنعزل عن العالم، لا جرايد بقرا ولا تلفزيون بشوف. ولما صحيت النهارده الصبح على مجي هاله قلت ابص على الدنيا نشوف فيها ايه، لقيت مرشحين الرئاسه بيقتلوا بعض في الشارع. تصور. انا مش فاهم ده ايه علاقته بالمجرم اللي عندك فوق. المجرم اللي عندي جوه ده هو مفتاح الفوضى اللي بتحصل في البلد كلها. ده مش كلام انشا، الولد ده وراه بلاوي مسيحه. طيب يبقى ده سبب ادعى ان احنا ناخده عندنا في الجهاز، مظبوط؟ انهي جهاز؟ الجهاز اللي متعلق في الهواء ويعالم بعد الانتخابات هيبقى مع مين وضد مين. يا فندم ما تقولش كده، احنا ما بنخدمش حد، احنا بنخدم البلد. سعادتك اللي علمتنا كده. انهي بلد؟ بلد حافظ مشهور ولا مجدي عبد العزيز ولا رأفت الراوي؟ الولد ده لازم نعرف بيشتغل مع مين وضد مين، وعشان كده لازم يبقى تحت عينينا على طول بدل ما الحقيقه تضيع معاه في الجهاز زي ما حقائق كتير ضاعت قبل كده. الحقيقه مش مقتنع. ان شاء الله ما اقتنعت او عندك جوه، اذا حبيت تخش تاخده خده، بس مش هتطلع بيه من هنا غير على جثتي. ما تقولش كده يا فندم العفو. الحقيقه انا كنت عايز منك شويه حاجات لما جيت لك المكتب. امرني يا فندم. حاجات ايه؟ أولاً عايز كل ورقة انكتبت عن حادثة يوسف رمزي اللي مفروض إن هو مات في حادثة عربية الأسبوع اللي فات. حاضر يا فندم. تشوف لنا بقى كل حوادث سرقة العربيات اللي اتسجلت يوم الأخ ده مع عمل الحادثة. عايز ملف المطربة اللي اتقتلت من 10 سنين اللي اسمها شكل. اشمعنى يا فندم؟ أنت ما تعرفش إن هم قضوا ليلة في مزرعة عسكر طريق الصحراوي، وان العربيه اللي موجوده بره دي تبقى عربيه واحد من رجاله فارس عسكر. لا ما اعرفش. عشان ظابط خيبان في حاجه اخرانيه هطلبها منك. اله مالها؟ تجيب لي كل الورق بتاعها من السكن اللي كانت فيه وبالذات الباسبور. هتعرف ولا ادور على ظابط اشطر؟ حاول. والله العظيم انا كان قصدي احميك. تحميني من ايه؟ من ان اعرف سر المؤامره المعمول عليا؟ السر اللي كانت رباح هتكشفه لولا بعت خدوها في عربيه اسعاف؟ او كانت جايه تلبسنا مصيبه زي ما عملت وطلعت في التلفزيون وقالت انك انت كنت هتموتها. مش يمكن عملت كده عشان حست ان احنا بعناها من غير ما نديها فرصه؟ ما ادينهاش فرصه؟ تاني هتدافع عنها؟ ما تقلبيش الترابيزه وتوجهي لي اهتمام، اللي انت عملتيه ده اسمه خيانه. واللي انت عملته كان اسمه ايه؟ انا ما ضحكتش عليك ولا انكرت، ولما طلبت طلاق انا ما اعترضتش لانه من حقك، ومن ساعتها كل بينا شغله بس. لكن الواضح انك انت مش قادر تفرقي بين الاستاذه الجامعيه اللي عندها شغل تعمله وبين الزوجه اللي عايزه تنتقم. انا عايزه انتقم منك؟ وما رفعت تمين ليه وانت عارف انه بريء وما عملهاش؟ كنت بتدلع على صار الجريمه مش كده؟ انا غلطت معاكي مرتين. مره لما خنتك ودلعت صخدك فيا، والمرة التانية لما تخيلت اني ممكن اعمل لك بعدها. هتريكي راجعة تردي لي قلم 10. انا يا رب. مفيش داعي نوجع بعض اكتر من كده، ما اعتقدش ان احنا هنقدر نكمل من غير ثقة بينا. عموما اشكرك دكتور على تعبك معايا.
تقدر ترجعي دلوقتي وتكملي اجازتك. يا يوسف يا يوسف، ما هيسيبونا نمشي ولا ايه؟ مش عارف يعني ايه؟ هنروح نتنقل نقعد في اي اوتيل قديم تاني؟ ايه يا ايه؟ هنقعد في اي مصيبه؟ ان شاء الله نروح شقه ونأجرها باسمك عادي اي حته. لا يا عم، انت عايز تعمل فيلة عمل في ضيف. خلاص يبقى اسكت وسيبنا افكر. طب انا جعان. على فكرة يا فندم، احنا يعني لو هنعمل لسيادتك أي مشاكل احنا ممكن نمشي دلوقتي حالا. تمشوا تمشوا تروحوا فين؟ انتوا هتفضلوا مرزوعين هنا لغاية لما نعرف ايه حكايتك بالظبط. معلش حضرتك، هو حسام بيلي واقف تحت ده هنعمل فيه ايه؟ الظابط اللي تحت ده تلميذي، ينفذ اللي أقوله عليه من غير مناقشة. أمال ليه يعني كان داخل سنن سنانه علينا قوي كده؟ يعني سعادتك واثق فينا لدرجة إنك تقعدنا في بيتك؟ أنا ما بثقش في حد، إنما كمان ما بتصرفش إلا بناء على معلومات ومن أكتر من مصدر. أيوة بس برضه يا فندم أنا خايف نعمل لسيادتك مشاكل يعني افرض الناس اللي بتطاردني دي قدروا يوصلوا لي هنا. هنا أأمن مكان ممكن تقعدوا فيه، ولو حسيت العكس أنا هتصرف. المهم إنك أنت تكون أمين معايا وتقول لي على كل حاجة. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. أكيد حاسس إنك مهم بقى دلوقتي، مستجد، بدلة جديدة، نجوم هتقع من كتافك، أكيد فرحان. طب وما فرحش ليه؟ ده علمك بقى، وأنا صغير ما كانش بيفرحني غير بدلة الظابط في العيد. كل سنة وأنت طيب، ده كان أيام زمان، واسأل اللي أقدم منك، دلوقتي إحنا غلابة. طب يا عم أنت مش هتخلص من الهم ده، مش هتقدم استقالتك، زعلان ليه بقى؟ حتى لما بتستقيل، بيدفعوك اللي وراك واللي قدامك. أوحش بكتير من اللزق الإنجليزي. طب كش مالك يا حضرة الظابط؟ طب ده طلعت مش سهل خالص. خلي بالك، هي شكلها سهلة بس هي مش سهلة خالص. بعون الله ما فيش حاجة صعبة يا باشا. كده خلاص يا دكتور؟ خلاص كده، انا عملت كل اللي اقدر عليه. انا مش فاهم احنا ليه ما ودناهوش مستشفى بدل اللي احنا بنعمله ده. وبعدين اسمعوا، انتوا الجوز لاحظوا ان انتوا في بيتي، انا ممكن دلوقتي اكلم البوليس وابيعكوا في منت، بس انا هعمل اللي قصدي بالاخر. لا صاحب اصل يا دكتور. طب انا ممكن اكلم اي حانوت امن عليه من باب الاحتياط يعني؟ الراجل ده انقذني من الموت قبل كده، اخرتها لما يموت على ايد حد يبقى انا. طب هو احنا المفروض نقلق من امتى؟ استمر على الحاله دي لغايه الصبح هناخده على المستشفى واللي يحصل يحصل. ايه بس اللي بتقولي ده يا نسمه؟ صدقني هو ده الحل الوحيد. عايزاني تتني؟ بالعكس، ده انت المفروض من هنا ورايح ما تقولش حاجه غير الحقيقه، يمكن دي الحاجه الوحيده اللي انت لسه ما جربتهاش مع الناس. طب افتراضي ان السيناريو اللي انت بتقولي عليه ده طلع مظبوط، تفتكر هيسيبوني اكمل؟ ده حافظ مشهور هددني الصبح طلعوا لي الجثه من تحت الارض بالليل.
هيعملوا ايه اكتر من كده؟ طب والورق والملفات اللي انت اديتيها لمجد؟ معلش هتصرف انا في الموضوع ده. لا يا نسمة انا مش مستريح للحل ده. صدقني هو ده الحل الوحيد اللي هيخرجنا من اللي احنا فيه. فكر انت بس هتقول ايه للناس؟ انما الجزء اللي اتفقنا عليه سيبه لنا. دي الاوراق اللي طلبها صبري باشا. كلها؟ ما عدا ورقه صغيره كده كان مكتوب فيها رقم. ما كانش ينعز. الله. ده معنى كده انه كان بيدور على الورقه دي بالذات. دون عن باقي الورق. مش عارفه، تقدر تساله. انت عارفه اني ماليش كلام معاه. يبقى خليه يلغي فارس بيه. صبري مش هيتبسط خالص بالكلام ده. ان شاء الله عنه متبسط. ولو مش عايز يكلم فارس عسكر بلغيه عن لساني. منتصر بيقول لك الاتفاق اختلف. مش هسلمه الورقه ديت غير لما سلم لي دليل براءه زياد عسكر. اسمع مني. انتوا مش قد صبري. عارفة يا مدام سوير؟ ولائك لصبري ده عاجبني قوي. أنا كمان ولائي للراجل اللي مشغلني وباكل من وراه عيش. استحالة بيعه. فارس بيه مستني منك رد أو منه. بس بلاش تأخره. تصدقي نسيت؟ اشربي إيه يا مدام سوير؟ ثانك يو. ايه الاخبار يا دكتوره؟ الضغط بيتحسن اهو. اديله ساعه كمان لو ما فيهاش لازم اوديه المستشفى. طب ما انت حلو هو دكتور ويجي منك. ما ليه بس ان دمك عندنا في مستوصف ب 3 مليم. خلاص اخويا سيبها لكم خضره. بعد العمل اللي جالي في الخليج ورفضته 100 مره هقبله واتنيل اغور من هنا. ما تزعلش مني يا دكتور يعني انت غلطان. غلطان عشان هسافر؟ لا غلطان عشان رفضته من الاول. بقى حد يرفض النعمه ليه؟ بس انت مش فاهم يا نضيف. أنا كنت فاكر إن إحنا داخلين على عهد جديد. هنفتح صفحة جديدة مع الدنيا. التالي اللي جاي طلع أسخن من اللي فات. كنت فاكر إن تحت القبة شيخ. طلع فيه مليون شيخ. ومفيش قبة أساسا. طب ما تاخدني معاك وحياة أمك. أشتغل لك سواق. أشيل لك شنطة. أي حاجة يا دكتور. لسه بقى محترم بقى. ومين سمعك يا أخويا؟ الله، أنت كمان؟ طب انا راجل صايد دبلون وسوابق وشغال على توك توك مش عارف اسد قصاته. انما انت راجل ابن ناس ودماغك متكلفه. دكتور برضك مش جاب لي جاب يا رايق. الاحترام يعني التقدير يا ضيف. لما اهلك وولادك يقدروك ساعتها يبقى احترام. انا واحد واقف في طابور طويل عريض. يعني من الاخر انا ماليش سمع ما سواش ثلاثه تعرف. الله من بقى مين محترم في البلد دي؟ انسى خليها على الله. نعم بالله. غريب غريب يا فرح غريب بالحضن بالحضن يا اخويا بالحضن يا غريب بالحضن يا حبيبي. في ايه؟ انت مش عارفني ولا ايه؟ لا معلش بس في مشكله. انا عملت حادثه وبعد الحادثه دي لقيت عندي مشكله في الذاكره. حصل امتى الكلام ده؟ يعني من شهر تقريبا. ونسيت كل حاجه؟ ما انا عشان كده جيت لك وسالتك عنه. انت طب مش فاكرني انا؟ انت جيت واديت لي فلوس اول الشهر. يعني فاكر شويه حاجات بسيطه كده بس انا جيت لك النهارده عشان تحكي لي كل اللي انت عارفه عنه. يعني ساعدنا في تحكي. يا قوه الله. يعني بعد ما نتقابل بعد السنين دي كلها الاقيك ميح كده خالص؟ وانا اللي كنت فاكرك بقى تقعد تحكي لي كنت فين وعملت ايه العشر سنين اللي فاتوا. تعال تعال يا غريب اتفضل اتفضلوا اتفضلوا افتحي ساعه يا فرح. عيني عيني وطلعنا لغايه اتفضلوا من المشوار ده. تعال اتفضل اتفضل اتفضل. قول لي بقى اتفضل من اول ايه؟ لا مش من اول اي حاجه. انا فاكر شويه حاجات طشاش كده. يعني فاكر واحنا في السجن
وفاكر كمان لما كنا عيال صغيرة، بس مفيش حاجة مربوطة ببعض. يعني فاكر الملجا، دار الرحمة للأيتام. ازاي بتقول دار ايتام وانا فاكر كويس قوي ان ليا ام؟ بكره تتجوز وتخلف تعرف معزه الابن. لا امتى ده بقى؟ يمكن لما خرجت من السجن. لا قول لي صحيح، انت ازاي خرجت من السجن قبل مني؟ مع ان انا كان محكوم عليا بثلاث سنين، وانت كانوا ماشيينك 15 سنه بسبب تهمه القتل الخطا والشروع في السرقه. مش احنا كنا مع بعض ليلتها؟ ليله ايه؟ معقول مش فاكر؟ والليله ما تتنسيش. واحنا لما وصلنا السن وكان لازم نخرج من دار الايتام دي خلاص، راحوا موديني ورشه سمكرت عند الاستاذ بكري، فاكره؟ ما هو ده اللي علمنا الشقاوه والعفرطه وتسليك العربيات. احنا شفنا مع شويه ايام عز ومغنغه لحد بقى الليله اللي اتقبض علينا فيها ليله العربيه الشوق. بس الاستاذ بكري بقى بلغ عننا تاني يوم وحبسنا عشان خاطر الراجل اللي مات كان راجل مهم قوي وهو كان خايف على نفسه. بس انت بصراحه عملت معايا الجميله اللي عمري ما نسيتها ولا هنساها، لما وقفت قدام وكيل النيابه وقلت ان انت اللي ضربت الراجل بالحديد على دماغه، وعشان كده حكموا عليك انت بدالي بالقتل الخطا. يا على غريب، اللي بتعمله ده ممكن يوديك في داهيه. هو في داهيه اكتر من اللي احنا فيها؟ يا عم خاف على نفسك. لا لا لا، حدش بياخد اكتر من نصيبه، فانا خلاص المكان ده مش مكاني. يعني هو مكان انا؟ اسمع يا صاحبي، لو عايز ان انا اعترف على نفسي واقول ان انا اللي قتلت الراجل ده، وانت تاخد التهمه الاقل، وبدل ما تطلع بعد 13 سنه تخرج من هنا بعد سنتين، انا اعترف على نفسي وقتي. ولا يومين ولا حتى ساعتين، انا قلت لك خلاص المكان ده جاب اخره معايا، انا مش هقعد هنا ولا ثانيه. انت بقى قضي السنتين بتوعك وبحصلني براحتك. كده هتودي نفسك في داهيه يا غريب. وميشا هتقوم تلم الرهانات ولا اشوف حد غيرك؟ اسبوعين في الانفرادي، امشي. ليه يا باشا؟ انا عملت حاجه؟ كلمه كمان واقفلهم شهر. كويس انكم حطوه في الوقت المناسب، لو اتاخرتوا عليه شويه كان راح فيها. يروح في 60 دقيقه هو واشكاله. وكنت هتروح في داهيه بجد يا غريب، لولا ربنا ستر. يعني انا رجعت السجن تاني مش كده؟ ايوه، ودي كانت اخر مره اشوفك فيها، وليلتها قلت لي كلام انا لحد دلوقتي ما فهمتوش. يعني ايه الكلام ده غريب؟ مش مهم تفهم يا ميشا، المهم انا عايزك لما تخرج من هنا تمشي عادي، تبعد بقى عن اللبش ده خالص، وعايزك تشوف بنت كده تكون حلوه تصونك، يعني تتجوزها وتخلف عيال كتير. انت ناوي تهرب تاني؟ انا قلت لك المكان ده مش مكاني، بس المرة دي انا مش ناوي اهرب. ومن نوع على ايه؟ قلت لك مش مهم. بقول لك ياض، انا مش اخوك كبير؟ اه، يبقى تسمع كلام من سكات. حاضر. ودي كانت اخر ليله اشوفك فيها. ما اعرفش انت عملتها ازاي، ولا خرجت من السجن امتى، اختفيت، بس انت بالامانه وفيت بوعدك معايا. كنت بتسال عليا من ساعه ما خرجت من السجن.
ومعرفش ازاي كنت بتجيب تليفوناتي ولا بتبعت لي فلوس ازاي، لحد بقى ما ربنا كرمني وعملت الكشك اللي انت شايفه ده وتعرفت على فرح، وفرحنا ان شاء الله الشهر اللي جاي. مبروك. الله يبارك فيك. طب مش نستأذن بقى ولا ايه؟ لا على فين؟ على فين؟ اتفضل. وقت غريب. اه نرجع بقى. بالنسبة لحضرتك عادي جدا ممكن ترجع، انما بالنسبة لغريب ده انا ما صدقت اطرت فيه افرط فيه كده بسهولة. ايوه لكن ما لكنش جريء يا صاحبي، فيه ايه؟ واحنا كوركيه ولا ايه؟ طب عليا الطلاق بفرح، لا انت بقيت معايا الليلتي. يا حزني يامه هتطلقني يا مشي قبل ما تكتب عليا؟ وبالتلاته يا بنت. لا بقول لك ايه؟ خلاص خلاص اتفضل انت يا هيل، انا بتمع ميشا الليلتي يعني، والمره نتكلم جايز افتكر حاجه. وصلها ضيف. ماشي يا باشا اتفضلي يا نسا. لا خلاص انا هاخد تاكسي. تاكسي ليه بس؟ اتفضلي يا نسا معايا. اتفضلي. والحساب يا كاب. نعم الحساب. لا لا الا الله. اتفضلي يا نسا اتفضلي. انا بجد لحد دلوقتي مش مصدق نفسي. اتفضلي. ما توقف لي تاكسي. ليه وقف لي التاكسي ليه؟ سمح الله، واحنا يعني مش وش احنا نوصلك يا ست هاني؟ وبعدين يعني احنا ممكن ربنا يفتح علينا ونجيب طياره. اتفضلي اتفضلي. خليك بصوت احمدي. اتفضلي. توك توك نور. حلاوه حلاوه. اشغل لك اوكا وارتيجا. صدنا يا فارس مش كده؟ عند حضرتك فكرة إن زياد أخويا مسجون بقاله 8 سنين بتهمة قتلك؟ لا أنت غلطان، تقصد شجن المطربة. أنا مش شجن. هو صبري. بقولك إيه؟ أنت عارف كويس قوي مين اللي حرض على قتل شجن. وحضرتك بقى جاية تحاسبيني أنا النهاردة؟ أبداً، أنا طول عمري ملتزمة بالاتفاق اللي بيننا إن أنا أفضل في الضلمة لحد ما صبري طلب مني انا اجي لك على هنا واديني جيت. بعد 12 سنه؟ لا بقول لك ايه؟ ما تلومش اي حد غيرك انت. انت اللي غلطان. انت اللي جبت لي الشاب اللي اسمه ممدوح ده غير دليله الحفله وجبته لي بعد كده على البيت. ساعتها بقى انا حسيت ان في حاجه غلط كده مش مظبوطه. انت عارف انا احساسي ما بيكذبش ابدا. انا اسف. اسف جدا. انت ايه اللي جابك اصلا وسط الغيلان دي؟ واحد صاحبي عزمني على الحفله ومن ساعه ما جيت بدور عليه مش لاقي. بقول لك يا استاذ ممدوح ما تجيب من الاخر كده، انت عاوز مني ايه بالظبط؟ ولا حاجه، عايز اعبر عن اعجابي بس. اتفضل. هنا يا استاذ ممدوح. ايه يا استاذ؟ حضرتك بعتيلي ليه؟ بدأت تهدي نظر في موضوع الشقة ولا ايه؟ شقة ايه بقى؟ ما تفكك من الكلام الفارغ ده وخلينا في المهم. مش فاهم. لا فاهم بس بتستعبط. بص بقى، أنا لا هانم ولا اتولدت ببقي معلقة ذهب. أنا طلع عيني اللي جابوني عشان أوصل لفوق. يعني بالآخر كده زي زيك. في اللي بينا يخلينا نعرف نتفاهم كويس. ماشي. بس نتفاهم على ايه؟ انت جاي عشان تنفذ اللي طلبه منك فارس، صح؟ اللي هو حياتي، وانا حياتي غاليه عليا قوي واقدر ادفع فيها ثمن كويس ليك وللي وراك. وانا الحمد لله عملت فلوس كويسه من جوازتي بزياد تغري الحفلات العامه والخاصه. وانا لا عبيطه ولا السكينه سرقاني، انا عارفه اخلتي في الشغلانه دي كويس قوي. سنه بالكتير وهتركن على الرف زي اللي قبلي، وهتنسي وهمشي في الشارع محدش يعرفني، وانا يعني عايزه سابق الزمن واتنسي من دلوقتي. ده بعد طبعا ما ادفع ثمن كويس ليك وللي وراك. ها قلت ايه؟ لو القرار مش في ايدك ارجع لكبيرك او وصلني بيه، انا وهو هنعرف نتفاهم. انا كلمت صاحب القرار، هو الراجل ما عندوش اي مانع ان احنا نتفق. انا تحت امركم في كل اللي تطلبوه، بس يعني برضه ما تذبحونيش. ما تقلقيش، هنتكلم في مبلغ معقول. والله ان لو عليا ما دفعكيش ولا مليم، بس زي ما انت قلتي بقى مش انا صاحب قرار. لاحظ برضه يعني ان انا محتاجه مبلغ كده عشان ابدا حياه جديده. مفهوم طبعا. واحنا من ناحيتنا مش هنسيبك. احنا هنعمل لك اسم جديد وهويه جديده تقدري تبداي بيهم حياه ثانيه، سواء بقى جوه مصر او بره مصر ده قرارك. بس طبعا بعد ما تتم جريمه القتل. والله انت مش متخيله انا عملت مجهود قد ايه عشان اقنع الراجل. ليه؟ متعاطف معايا مثلا؟ ما انت قلتيها المرة اللي فاتت، احنا الاثنين واجهين لعملة واحدة،
انت كمان ما لقيتيش سلم غير ده عشان تطلعي عليه، طلعتي وما فكرتيش. لما انت يعني بتساعدني عشان ابتدي من الاول، ما بتساعدش نفسك انت كمان ليه؟ صدقيني اول ما تيجي الفرصه مش هتاخر. المهم صبري بيه جاي كمان شويه عشان نتفق على التفاصيل. تفاصيل الجريمه؟ ايوه تفاصيل الجريمه. ايوه كنت عايز ابلغ عن جريمه الف في الدق. الحكايه اتظبطت، الجثه اتبدلت في المشرحه، كل التحقيقات قالت انها ماتت فعلا، ده غير طبعا الصوره اللي اتاخدت في مسرح الجريمه واتسربت بعد كده على الانترنت. ظبطت الحكايه ايه؟ تمام. والقاضي بقى حكم بالادله اللي قدامه، اشغال شاقه مؤبده بزياده عسكر. اما انا ما قلتلكش كمان، تعرف انت لما بتاجر البوليس كده عشان يخلص لك حكايه بتبقى مظبوطه ايه؟ بالمسطره. انت هتطلعي من عندي من هنا على النيابه دغري، هتروحي تقولي لهم كل كلمة وكل حرف سمعتهم منك. كده صح، عندك حق. تحب كمان أقول لهم إن أنت اللي حرضت على قتل شجن، وصبري هيوافقني في الحكاية دي ويؤيد أقوالي؟ عندك استعداد لفضيحة نولك أنت شخصيا؟ انسي يا ماما انسي، محدش هيصدقك. تصدق فاتتني دي؟ صح، ما هو شجن رسميا مش موجودة. تعرف إن أنا اسمي دلوقتي ميادة عبد الرحمن عزت؟ رجعت من روما من 7 سنين، فتحت حضانة في 6 أكتوبر، اتجوزت وعندي طفل، وعندي كمان عيلة بتحبني قوي وبتسأل عليا. ما قلتلكش، عارف كمان وأنا ماشية في الشارع محدش بيشبه عليا خالص ولا يقول فيها شبه من شجن الله يرحمها، كأنها ما كانتش موجودة أصلا. يعني أفهم من كلامك إن صبري بيلوي دراعي؟ ما كملتلكش انا بقى كمان. صبري بقى لما كلمني وقال لي ان انا اجيلك ما ترددتش لحظه. عارف ليه؟ لاني كنت خايفه قوي ان انا اموت من غير ما اعيش اللحظه ديت، اللحظه اللي اشوفك فيها كده وانت شايف جثتك قايمه قدامك كده من قبرها وجايه تقولك يا خساره هارد لك عليك واحد. انا مش قادره اقولك بجد احساسي عامل ايه دلوقتي. وانت بقى يا حلوه فاهمة إن أنا ممكن أسيبك من هنا تخرجي على رجليكي؟ محدش بيموت حد مقتول أصلاً، وبعدين أنا جايلك في رسالة محددة وواضحة وصريحة. صبري بيقولك عايز تطلع كده نضيف بالحكاية ديت وتخرج أخوك براءة، هو معايا الدليل وعليك إن أنت تختار. عن إذنك. سيبها منتصر. الو ايه يا دكتور؟ هو حضرتك فين؟ انا خلاص قربت اوصل. اصل الصحفيين ابتدوا يوصلوا، تحب نقول لهم ان احنا هنتاخر شويه؟ لا 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 10 دقايق اكون عندك بالظبط. اوكي اوكي يا دكتور في انتظارك. باي. انت تاني ايه اللي بتعمله ده؟ عايزك في حاجه مهمه.
انا عندي مؤتمر صحفي لازم الحقه. الغيه. الغي ايه؟ الغي المؤتمر الصحفي. انا ساعدتك مرتين قبل كده، مره في جثه رباب ومره لما كشفت لك الجاسوس اللي عندك، ودلوقتي بطلب منك تساعدني. جاي لي قبل اهم مؤتمر صحفي في حياتي تطلب مني الغيه وعايز اساعدك؟ ارجوك يا دكتور، ما فيش وقت اشرح لك كل حاجه. كل اللي لازم تعرفه ان المؤتمر ده لو تم في ناس يهموني هيتأذوا. يا سلام، اكتر مالك اذيت في سمعتي وبيتي ومراتي وبنتي. ما يكونش حافظ مشهور ولا بعتك غلب حماره في قلب يبعت لحد محترف. ما فيش وقت يا دكتور، انا بترجاك. اسف والله. خلاص المؤتمر هيتعمل، يعني هيتعمل. يبقى انا اللي اسف. ارجوك ما تزعلش مني. حصل من ساعة ما فقت في المستوصف لحد دلوقتي. المشكلة بقى إن أنا مش قادر أقرأ تعبيرات وشك. يا ترى أنت مصدقاني ولا لأ؟ مش عارفة. مش متخيلة كل اللي حصل لك. وبعدين لو اللي أنت بتقوله ده صحيح، عرفت توصل لي تاني وجبت رقمي منين؟ من سهير، قصدي سناء اللي هي المفروض كانت أمي وطلعت مش أمي دي. يعني انت دلوقتي كل اللي انت فاكره عني ان انا بنت صبري عبد الواحد وان احنا اتجوزنا قبل كده من وراه؟ مش مهم اللي انا فاكره، الاهم اللي انا مش فاكره. اللي هو ايه؟ سمر، ان احساسي بيقول لي ان انت عندك السر اللي هيكمل لي الصوره الناقصه، وانا احساسي ما بيخيبش. يعني انت مش فاكر اخر مكالمه كانت بيني وبينك؟ بحاول افتكر بس مش قادر. مش فاكر مكالمتنا من 6 شهور؟ 6 شهور يعني انا كنت في لندن؟ ايوه، انت كنت في لندن وانا جبت رقمك من ورا بابا واتصلت بيك. الو، وحشتني قوي حبيبتي. وحشتني انت كمان قوي. تكلمي منين؟ زي ما اتفقنا، من خط ليك انت بس. كويس، كويس قوي. تصدقي مش قادرة اصدق لحد دلوقتي انك كلمتيني. خايف اكون بحلم يا سمر. وانا مش عارفة اقول لك انا تعبت من بعدك قد ايه. انا كمان تعبت قوي. يلا كلها كام شهر وهنزل مصر واحكي لك وتحكي لي كل حاجة. بجد؟ راجع امتى؟ يعني 5 6 اشهر بالكتير. ما هو اللي خلاني استناك السنين دي كلها اكيد هستناك كام شهر. اه بس المرة دي مختلفة. المرة دي محدش هيقدر يبعدنا عن بعض. ازاي بقى؟ ما انت عارف. انا لما ارجع مصر هشتغل مع صبري. تاني؟ انت ما حرمتش؟ هو اللي جالي وطلب مني كده، واداني فرصة على طبق من ذهب. فرصة ايه؟ فرصة لتعوض لي السنين اللي فاتت. انا عمري هتعوضك انت كمان. بصي انا مجهز كل حاجة، بس هحتاج مساعدتك. انا ما كانش المفروض انزل قبلك النهارده. انا ببوظ الدنيا لتالت مره في حياتنا. سمر ارجوكي فاهمين، انا تعبت، انا مش ناقص الغاز. انت مش فاهم، زمانهم بيراقبونا، زمانهم دلوقتي سامعيننا وشايفيننا. لا مش من دلوقتي، ممكن يكونوا مراقبيننا من 6 شهور من ساعه ما اتكلمنا اول مره. انا لازم امشي. يا سمر اسمعي بس. الحمد لله على السلامة. بابا انت رجعت؟ أنا كنت عند واحدة صاحبتي بزورها، بقالي كتير قوي ما شفتهاش. مالك مرتبكة كده ليه؟
لا انا مش مخضوضه خالص، انا بس معرفش ان انت في مصر اصلا. ما انت اخر مره مكلمني من اسبوعين كنت في لندن. انا في مصر بقالي اسبوع ونص، مفيش حاجه في البلد دي بتتعمل الا لما الواحد يعملها بنفسه. انا خلصت المشاوير وجيت لك ما لقيتكيش. اه ما انا لو كنت اعرف يعني ان انت جاي كنت قعدت استنيتك، وانا اصلا مش من عادتي ان انا اخرج كتير. ممكن تتاكد بنفسك على فكره، يعني تكلم السواقين والشغالين. سالت قالوا لي ما رضيتيش تاخدي حد معاكي في مشوار اخر الليل، مع انك عارفه ان الشوارع مش امان اليومين دول. واديني ما حصلليش حاجه ورجعت الحمد لله. المهم الحمد لله على سلامتك. وعلى سلامتك انت كمان. بالمناسبه انا كنت عند جوزك امبارح. يعني رحت له قبل ما تجيلي؟ لا، ما زيارتي ليه كانت من ضمن الشغل اللي راجعني من لندن. وبعدين مش ده الموضوع، هو قال لي ان انت بتروحي تزوريه قليل، مظبوط؟ ياه، لحق يشتكي لك؟ هو مش واخد باله ان هو عليه حراسه مشدده، وانه يعني زيارته صعبه جدا ومحتاجه تصاريح؟ ده عذر مش مقبول خالص، عشان تصاريح بالنسبه لك انت بالذات مش مشكله، بس مش ده الموضوع برضو. هو بيقول ان انت لما بتبي هناك بتبي لاويه بوزك ومش طايقه نفسك، بصي في الساعه وعايزه تمشي بسرعه، كانك جايه الزياره دي مجبره يعني. حكى لك كمان بالتفاصيل؟ كان بيقول لي اللي هو حاسه. اللي هو حاسه ده شيء يخصه هو ما يخصنيش انا خالص. وبعدين مش من حقه يفتش في ضميري، انا بعمل اللي عليا وزياده كمان. صح، عشان كده مش هناقشك في الموضوع ده. هي البنت فين؟ وحشتني وانا شكلي ما لحقتهاش. نايمة، صحيها لك؟ لا مش مظبوط، هبقى اشوفها بكره. ابي بس قولي لها جدو بعت لك البوسه دي لغايه لما اشوفها بكره. ها؟ يلا تصبح على خير. بعد نص الليل كده ازاي بقى؟ ده انا اول ما حسام قال لي ان حضرتك فوق جيت اطمن عليك على طول. رجعت البيت؟ لا، حسام اخدني اقعد عنده في البيت، بيته القديم يعني. وهو؟ لا لا، اخد هدومه وراح قعد في اوتيل طبعا. ويوسف فينه؟ ما ظهرش، وما اظنش انه هيظهر تاني بعد اللي عمله. انت كمان زي حسام مش قادره تفهمي انه هو كان مضطر. مضطر بقى ولا مش مضطر، المهم ان احنا نخرج بره الدايره اللي دخلنا نفسنا فيها دي. عموما حسام بيشتغل، وانا بكره هشوفه اعرف بالظبط هو وصل ليه. بيشتغل يعني بيعمل ايه؟ يعني بيدور ورا الراجل اللي اهم من صبري، الراجل اللي بيمول التنظيم بفلوسه من ساعة ما اتعمل. طيب أسيبك أنا بقى تستريح. الحمد لله على السلامة. مش هتروح إزاي؟ حسين بعت معايا عربية تجيبني وتوديني. تاني حسين؟ ألف سلامة. باي باي. مع السلامة. معلش اني دخلت بالطريقه دي، بس كان لازم اطمن عليك انك رجعتي بالسلام. انت جيت ورايا؟ اه، عشان اعرف مكانك، كان لازم اشوفك تاني. سمر، وانت كنت عايزه تقولي لي ايه قبل ما تمشي امبارح؟ احنا مش هينفع نتكلم هنا خالص. ليه؟ تراقبين؟ ده اكيد. مين اللي بيراقبوكي؟ صبري بيه ولا جوزك؟ انت افتكرت؟ بحاول، بس كمان شفت الصور اللي موجودة عندك هنا في الدولاب.
هي صحيح ليكي لوحدك، بس واضح ان في حد كنت قصام جنبك. وفي وسط الصور دي في صوره ليكي في فستان الفرح. ما كنتش عايزه اي حاجه تفكرني بيه. طلقته؟ على الورق بس من سنه ونص، او على الاقل يعني هو بابا فاهمين انه طلاق سوري على الورق. بس يعني مش غريبه قوي ان انا احكي لك نفس القصه اللي حكيتها لك وانت في لندن؟ غريبه، بس معلش ساعديني عشان ارجع افتكر. حاضر. بعد ما بابا اجبرك انك تطلقني وتسيبني، جوزني واحد غني قوي عنده نفوذ وفلوس. اديك شايف الهنا اللي انا عايشه فيه. بس انا ما قدرتش انساك. عشان كده رجعت كلمتيني تاني بعد 10 سنين وانا في لندن؟ ايوه، بعد ما اتحبس طلقني على الورق عشان خاطر الفلوس والأراضي والفلل. بس أنا ما زعلتش عشان رجعت حرة. رجعت حرة ومن حقي أختار وأحب وأتحب. عشان كده كلمتك. شوفي يا ستي، أنا لما أنزل مصر في وقت معين كده هعدي عليكي، هتلمي شنطتك وهتيجي معايا. أجي معاك فين؟ أي حتة، هنهرب سوا. يهرب فين يا مجنون؟ انت هتفضل كده مجنون على طول؟ اي مكان في العالم نقدر نبتدي فيه من اول وجديد. هم هيسيبونا؟ محدش يقدر يعمل لنا حاجه. محدش يقدر يمس شعره منك طول ما انا معاكي. كفايه قوي اللي عملوه فينا لحد دلوقتي. وبعدين انت مش اتطلقتي رسمي؟ ايوه اتطلقت، لكن بجد ما ينفعش. ما لكنش. انا زي ما قلت لك هرجع مصر هعمل شغلانه صبري. هنفذها له. بس في لحظه معينه مش هيلاقيني، هختفي واخدك معايا. ونور؟ نور هتيجي معانا طبعا. سمر سلمي لي على نور. مين نور؟ افتكرتها؟ دي بنتك؟ ايوه، بس بنتك انت كمان. بعد ما بابا اجبرك تطلقني ما قدرتش اقول لك اني حامل. وبعدها بفتره صغيره قوي جوزني مصطفى. الناس كلها افتكرت انها بنته. نور مصطفى مختار. عمرها دلوقتي 10 سنين. نور حبيبتي اطلعي على اوضتك وانا جايه لك دلوقتي. شعور غريب قوي لما تبقى بتبص على حياتك من بره، زي ما تكون واحد تاني، واحد ما تعرفوش. انت فاكر المفاجأة اللي انا قلت لك عليها؟ انا عامله لك مفاجأة، هديها لك اول ما تيجي. مفاجأة ايه؟ قبل ما هو يسافر لك فتحت اللابتوب بتاعه من ورا ودعبست فيه، لقيت داتا كتير قوي، اسماء الناس وارقام حسابات وحاجات كتير قوي انا مش فاهمها. لقيت كمان اسمك الجديد يوسف رمزي واسم مراد الشيشي واسم ممدوح داخل واسامي كتير تانية انا مش فاكراها. ومعاكي نسخة من المعلومات دي؟
طبعا خدت منها نسخه وهديها لك اول ما توصل مصر. انا متاكده ان دي ممكن تكون حاجه مهمه جدا تامننا من ناحيته او تجننوا اكتر علينا. خلاص يبقى جنان بجنين، خليها بقى تخرب على دماغي الكل. صدق عينيا. ما دام انت هنا دلوقتي يبقى افتكرت. افتكرت كل اللي انت عملته فيا. واللي انت عملته؟ لما ابتديت تلعب بديلك من ورايا وتلف وتتجوز بنتي عشان تحطني قدام الامر الواقع. حتى لو كانت غلطه فانا دفعت ثمنها وبزياده قوي. ساعة ما طردتني بره البلد. انت ما بتقعدش في البلد دي لحظة واحدة بعد النهاردة. لو شفتك بالصدفة هقتلك. فاهم؟ انت فاهم. أنا يوم ما رجعت لك لندن كنت فعلا ناوي أدي لك فرصة تانية بجد. بس انت برضو لفيت من ورايا ولعبت بديلك. رجعت لي لندن بعد ما سرقت مني بنتي واديتها لوحدي. انت اللي سرقت بنتي الاول. وبعدين حط نفسك مكاني. حفيدتك تبقى بنت مصطفى مختار ولا بنت واحد مجهول لا له اسم ولا هويه. انت اتكتب عليك طول عمرك تفضل هربان وباسم مؤقت. مهما عملت فيها فكيك. وضربت في البورصه. وفتحت حساب في جزر البهاما وحطيت فيه 60 مليون دولار. تعرفت منين؟ واضح ان انت نسيت اول درس انا علمته لك. اوعى تثق في حد حتى اقرب الناس ليك. اكيد سناء هي اللي بعتت لك رقم الحساب. برافو. وانا ما سبتهاش معاك في انجلترا 6 اشهر عشان تفسحها وخلاص يعني. يعني اللي حكيتولي في شقة المساحة كان نص الحقيقة بس. أنا ما كذبتش عليك في أي كلمة. أنت شكلك نسيت الدرس التاني. دايماً الكذبة مستخبية بين حقيقتين. ودلوقتي بقى المطلوب مني إن أنا أكمل معاك مثلاً؟ أنت كنت جاي من لندن وفاكر إن أنت بتضحك عليا. هترجع لبنتي هتاخد مني حفيدتي وتطلع بيهم البهامس. لكن أنا ما بضحكش عليا بسهولة. أنا سبتك تعمل كل اللي اتفقنا عليه لغاية اللحظة دي. يعني ايه؟ يعني انت اللي مدبر لي الحادثه اللي حصلت لي لما رجعت من لندن؟ شوف في اسئله كتيره احسن تفضل بدون اجابه. انا لو عايز اموتك ما كانش في حاجه تمنعني من 10 سنين لحد دلوقتي. بس الموت راحه وانا مش عايزك ترتاح. كفايه قوي تحس ان بنتك قدامك ومش عارفك. والناس الطيبين دول اللي يساعدوك هيروحوا في الرجلين من غير ما تعرف ترد المساعده. طاهر يونس اللي انت ضربته في صدره عشان يلحقه وينقذوه في المستشفى. بس اللي انت ما تعرفوش انت مش هتقدر تمنع عنه مصيره. اللي بيقرب من الشمس زياده عن اللزوم يتحرق. تاني مش هتعرف تلحقه المره دي. هو سابك وخلع تاني. خلع؟ انت فكرك ان انا كده هيأس؟ ريحي بالك ونسيه. انت المره دي مش هتلاقيه تاني ابدا. طول ما هيفضل عايش هيفضل عندي امل. صدقيني يا هالة انا بص يا يوسف انا مش عايز اسمع منك اي حاجه تاني. لو سمحت تفرق لحد كده وسيبني وامشي.
إنها أي حد من بره. تفضل يا يوسف، اقفل الباب وراك. والنبي يا يوسف بلاش الحركات بتاعتك دي، لان انا والله العظيم مش عايزه اقتلك. بص يا غالي، من الاخر كده، لو اللي بتعمليه ده عشان خاطر عمك اللي انا ضربته بالنار، فحلف لك بالله ان انا ما كنتش اعرف ان المسدس مجنون. وبعدين انت كمان معاهم؟ ده انت بنفسك اللي قلتها قبل كده. ولا نسيت؟ ما كانتش صدفه. لا طبعا ما كانتش صدفه. صدفه ايه؟ ايجيبشن اور فارين سير. شكرا يا نسا. هلا، انا يوسف، يوسف رمزي. الا اذا قبلتي عزومتي على العشاء بالليل، ده لو ما عندكيش اي ارتباطات يعني. لا طبعا اوكي. تعرفي ان انا هقابله بكره؟ مين؟ رأفت الرو؟ حضرتك هلا؟ انت يوسف؟ يوسف. في حاجه؟ لا يوسف، انا اتاخرت قوي بعربيه صاحبتي فلازم امشي. الام مش هتتضايق يعني. اي بنتي، انا جايه في السكه اهو. تفتكر لو رحنا المكان تقدر تتعرف على العوامه؟ بيتهيألي. ايه يا جماعه، جاهزين؟ انت فين؟ يا جماعة في سكة أخيرة كده أمشي فيها وربنا سهل. سكة إيه دي بقى؟ العربية الميري. إيه فين العربية؟ خلوها. أي يوسف، أنت فين؟ وحسين بقى ما جاش بنفسه وإدانا الورق ده ليه؟ ده قرار نقلك لمطروح. الجو هناك ساحر ويجنن. واضح ان انت نسيت اول درس انا علمته لك. اوعى تثق في حد، حتى اقرب الناس ليك. زمان نابليون قال شخشيله فامي، فتش عن المره. وانت بقى اللي كنت بتبلغين كل تحركاتي، ورشه جونيور وعوامه ممدوح داغر، كنت عينيهم اللي عليا طول الوقت. هو كان لازم حد يفضل جنبك على طول. ويا ترى بقى اللي حصل لطاهر يونس دي السبب فيه؟ في أسئلة كده أحسن تفضل من غير إجابة. في أسئلة كتيرة أحسن تفضل بدون إجابة. صحيح، اشتغلي مع صبري مش كده؟ أنا اللي زقيقني عليك أهم منهم كلهم. مصطفى مختار وهو عايز يقابلك. خبري علاء بيه جاي قبل الانتخابات بأسبوع وتهددني. أهددك إزاي بس يا باشمهندس؟ وأنت مش بعيد أبداً تكون رئيس الجمهورية القادم، يعني رئيس المباشر. طب ما كويس إنك أنت عارف كده برضه، وعارف إنني مرشح الثورة المجيدة ضد مرشح الفلول. ثورة إيه وفلول إيه بس يا باشمهندس؟ قصدي حضرتك يعني إنك صاحب أكبر آلة إعلامية من مساجد ومنابر وخلافه، ومسنود كمان من أكبر قوة منظمة ولها خبرة في مجال الانتخابات ودهاليزها. أسيبوكوا بقى من الكلام اللي يودي ولا يجيب ده. خلي الديمقراطية بقى تاخد مجراها مرة في العمر. نسيبها أكتر من كده. الانتخابات هتكون نزيهة 100%. يا باشمهندس هيكون عليها إشراف قضائي عالي جدا ورقابة دولية كمان. طب ولما هي كده بتهددوني ليه؟ محدش هددك، محدش فينا بيهدد، احنا بس بنفكرك. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. وبعدين احنا بقالنا سنين طويلة عاملين زي القط والفار، وعلى فكرة كمان طول السنين دي وأنا ماسك ملف سيادتك. بقول لك ايه،
سيبك من كلام الإعلام ده بتاع اقتحام مقرات أمن الدولة والملفات المحروقة والتفرمت. على فكرة أنا نسيت أقولك، الملفات كلها سليمة وفي الحفظ والصون. لما هو تقصد سيادتك يعني بالكلام ده أنه مش تهديد، أمال تسميه إيه يعني؟ سميه اتفاق يا سيدي، اتفاق. إحنا كده لما بنحب نتفق مع حد بنتفق من موقع قوة. موقع قوة. طيب هنتفق على ايه بالظبط؟ على التقسيمة. يعني لو فرض سعادتك مثلا ودخلت القصر، في مساحات كبيرة جدا تقدر تمارس عليها جميع سلطاتك، لكن في نفس الوقت في خطوط حمراء وفي مناطق محرمة ما ينفعش تقرب منها، ويستحسن ان انت تبعد عنها خالص. مناطق يعني زي ايه؟ الكلام ده بقى هقوله لك لما نتفق وترد عليا الاول. طب ايه اللي مالكم انني هنفذ اللي انتوا بتقولوا لي عليه دلوقتي؟ كلمه شرف يا سيدي. ايه هي كلمه الشرف؟ قليله. وبعدين انا عمال اكلمك على الملفات القديمه من الصبح ليه؟ طب ايه اللي يضمن لي ان كنتوا مش هتوقفوا مع حافظ مشهور ضدي بالتزوير؟ الصناديق شفافه، وعلى حد علم رجالتك كتير جدا هيكونوا متواجدين كلهم في مقرات الانتخاب، والسبق مفتوح للكل، وشاطر الشاطر اللي يكسب في الاخر. تحب بقى تشور الجماعه الاول ولا عندك سلطة الرد دلوقتي؟ نقرا الفاتحة ولا نتشاور مع بعض؟ طب وليه كده يا هالة؟ ليه ايه؟ عادي طبعا، دي النتيجة الطبيعية لواحدة ملهاش أب ولا أم، خسرت كل حاجة، جوزها وشغلها حتى ابنها. ايه مش المفروض افكر في نفسي شويه ولا انت رايك ايه؟ ايوه هو معايا مستنيك. هو مصطفى مختار هيشرفنا دلوقتي؟ لا طبعا، هو ما بيروحش لحد، احنا اللي هنروح. روح له فين؟ هو مش مسجون؟ هو في المصحة، وهناك الزيارة مش ممنوعة. هم عملوا فيك ايه عشان يخليك بالشكل ده؟ بس اكيد الادويه اللي بيدوها لك.
انت عارف طبعا يا دكتور ان هما عايزين يفهمونا ان احنا مجانين. اوعى تصدق الكلام الفارغ ده، وامسك نفسك وركز وحاول ما تاخدش من الادويه اللي بيدوها لك. دكتور ايمن صديق موجود هنا بصفته مريض، زميلك في اوضه ثلاثة في نفس الدور، عمل حادثه عربيه اثرت على الذاكره. الذاكره؟ في القصه عندك كان مسافر الخليج لغايه ما جاله اتنين اخدوه علشان يقابل مصطفى مختار، هو واحد تاني اسمه ضيف. لغايه هنا وخلصت القصه. دكتور ايمن بيتعالج هنا بقاله 5 سنين، يعني قبلك بكتير. واضح ان انت استوحيت قصة يوسف رمزي التاريخية من الحادثة بتاعته. وطبعا عندك الاوراق والتسجيلات لتثبت كلامك، بس بقى انا معرفش انتوا عملتوا فيه ايه خليتوه بالشكل ده، بس بالنسبة لي انا فاحسن لك ما تتابيش نفسك معايا. للأسف شغلي هنا اني اتعب نفسي معاك. عندك جرعة دواء كمان ساعة، وفي زيارة، في حد مستنيك. زيارة؟ واحد صاحبك، أحد أبطال القصة بتاعتك، المقدم حسام الأيوبي. حسام الأيوبي. مش حسام القليوبي. آخر مرة جيت لك من 6 شهور، من ساعتها بتحايل عليك تقولي الحقيقة علشان خاطري. قولي الحقيقة يا درش. درش مين؟ اللي خلاك تقتل رفيق، تفرغ فيه 4 رصاصات هو وهالة بطمانجتك الميري. أنا من ساعة ما سمعت الخبر وأنا مش مصدق إن ده ممكن يحصل. طيب طالما مش مصدق قول لي انت ايه اللي حصل. على فكره انا دكتوره سعاد خلتني اقرا الروايه الغريبه اللي انت كاتبها. برضه روايه؟ برضه روايه؟ ايوه الروايه يا مصطفى، الروايه اللي مطلع فيها رفيق قتال قتلة ومطلعني طليق مراتك. ما تكونش شاك فيا انا كمان يا مصطفى. انا بقالي سنه ونص عمال اقنع نفسي ان رفيق خانك، بس مش قادر اقتنع. انا عارف رفيق كويس زي ما انا عارفك كويس، احنا متربيين مع بعض يا اخي. علشان خاطر يا مصطفى انت هتفضل ساكت ومخبي لحد امتى؟ قول لي يا مصطفى، قول لي عشان اساعدك واقف جنبك. سعاده الباشا، سواء رجع العربيه جاهزه تحت. اهلا، ازيك يا صديق؟ طب كويس ان انت لسه فاكره. بس على فكره مش ضيف اللي في الروايه بتاعتك سواق التوك توك، ده عسكري مراسله اللي فضل معاك في الخدمه 7 سنين. ربنا يعينه بالسلامه يا مصطفى باشا. مصطفى باشا؟ حتى انت عادي، ما انت ابن حرام تبيع ابوك وامك عشان خاطر الفلوس، توقع يعني. ربنا يسامحك يا مصطفى باشا. طب روح انت دلوقتي ضيف. تمام يا باشا. خسارة يا مصطفى، حقيقي خسارة، بس انا مش هيأس، انا هساعدك واحميك من نفسك حتى لو غصب عنك. Thank you.
دكتور صبري عايزك. دكتور صبري مدير المستشفى. اتفضلي انت يا دكتور سعد. ازيك يا مصطفى؟ سجارة؟ طب ايديك لو انا دخلت؟ شوف يا مصطفى، انت ضابط شرطة متعود تتعامل مع الأدلة المادية. كل الأدلة بتقول إن أنت مصطفى مختار. أنت كمان لازم تصدق إن أنت مصطفى مختار، حتى لو ده ضد قناعتك. متفبركة. كل الأدلة اللي بتتكلم عنها دي متفبركة، وأنت كمان بتضحك عليا. أنا هضحك عليك ليه؟ طيب، هنعتبر إن هي متفبركة. بس لو الناس أجمعوا على كده، على حاجة واحدة يعني، ده معناه إن هم على حق. وانت اللي محتاج يغير قناعاته. حتى لو كل الناس بتغضاني؟ افتحت ليه؟ مفيش اصلا دافع لخداع من اصله. تسمع عن حكايه نهر الجنوب؟ كان في مملكه زمان وفيها نهر، والنهر ده تلوث، وكل اللي شربوا منه اتجننوا ما عدا الملك والوزير. ولما بقوا هما الاثنين بس اللي قاعدين، الشعب اعتبرهم مجانين، فاضطروا يشربوا من نهر الجنون ويعملوا زيه ويتجننوا يعني عشان يبقوا عاقلين. وانتوا بقى عايزين نشرب من نهر الجنون؟ انا قريت اللي انت كتبته، قصه بديعه وخيال جامح، رغم ان انت طلعتني انا الشرير يعني، بس الحقيقه انا استمتعت بالقراءة. بس انت لازم تكملها، احنا عايزين نعرف يوسف رمزي عمل ايه لما قابل مصطفى مختار. وبص، لو عايز في يوم من الايام تنشر اللي انت كتبته ده، انا ممكن اساعدك. انا عندي ناس صحابي كتير جدا عندهم دور نشر، وممكن يساعدوك ان لو عايز تنشر الحاجات دي يعني. اصلا انا كان ليا بدايات ادبيه، ما استغربش. بس مين بقى في البلد دي بيقدر الادب؟ اللي انا عايز اقوله لك، اللي انت كتبته ده نوع من الحاله الدفاعيه. يعني ايه؟ يعني بالبلدي كده، عقلك ما قدرش يستوعب فظاعة الجريمة اللي انت ارتكبتها في حق مراتك وعز اصحابك. عقلك ده خلق لك عالم متوازي بديل عشان تحمي نفسك من الانهيار. وكل ما كنا بنقربك للواقع، حالك الدفاعية دي كانت بتبقى اعنف واعنف، وتعمل حاجز بينك وبين الحقيقة. بس انا شايف ان الدواء ابتدى يجيب مفعول. من بكرة هنبتدي طريقة جديدة في العلاج، عشان نخلصك بقى من العالم البديل اللي انت حبست نفسك فيه، وتعيش بقى شخصيتك الحقيقية، مصطفى مختار. يوسف رمزي ممدوح يا فندم، ممدوح ده. افتكرت الفترة اللي كنت فيها ظابط، كان اسمي واحد دين فؤاد. أحمد غريب متولي سلامة. غريب مين؟ بلغهم كلمتين دول من فضلك يا أستاذ مراد. أنا مش فاهم أي حاجة. أنت مصطفى مختار. أنت. أنا واحد عارف ومتأكد إنك يوسف رمزي. عمرك ما نسيت اللي أنا عمرك. هنتجوز. خلي بالك من نفسك. انت كمان يوسف. تسمع عن حكاية نهر الجنون؟ ما هي دي تالت انتكاسة من سمير. اوعى تثق في حد، حتى اقرب الناس ليك.
مين؟ أنا مصطفى مختار. مصطفى مختار؟ ولا أنا بقى مين؟ ما أظنش إنهم قدروا ينسوك اسمك. أنا عارف إنهم بيدولك حقن كتير قوي تهد الحيل، لكن بمعرفتي بيك أقدر أقول لك إنهم مش هيقدروا عليك. معرفتك بيا وإحنا اتقابلنا قبل كده. أنا ما بقابلش حد ولا بشوف حد، لكن أنت حاجة خاصة. أنا قابلتك مرة واحدة بس في لندن قبل ما ترجع على مصر، لما صبري جالك علشان تشتغل معاه، فاكر؟ مش فاكر. هتفتكر حبة حبة لما الأدوية اللي بيدوها لك دي مفعولها يبتدي يروح. يعني أنا مش مجنون؟ ما ألفتش رواية وبتخيل إنها بتحصل زي ما بيقولوا؟ لا مش مجنون، لكن صبري بيحب يلعبها كده، يعيشك في واقع مش موجود. لكن أنا مش زيه، أنا دغري وواضح وصريح. طب وليه بيعمل فيا كده؟ ليه ما ضربنيش رصاصتين وخلص نفسه وخلصني؟ صبري محتاجك علشان يأمن نفسه. يأمن نفسه من مين؟ مني. ازاي؟ وانتوا مش بتشتغلوا مع بعض؟ صبري ده عامل زي ناس كتير قوي كانوا بيشتغلوا عندي، انا اللي عملته، وانا اللي مسكته ملف حافظ مشهور اللي كان المفروض يكسب الانتخابات ويبقى رئيس. المفروض؟ ايوه المفروض، لكن الاوامر جت غير كده. اوامر من مين؟ العالم مش مساب للصدفة والفوضى يا غريب، العالم له اصحاب مسؤولين عنه، واحنا شطرنج ايدين تانية هي اللي بتحركه. لأن الناس اللي زينا بيعملوا الشغل قذر اللي ورا الستارة علشان الناس الغلبانة اللي في الشارع تعرف تعيش. والحاجة الوحيدة اللي احنا نقدر نواسي بيها نفسنا ان احنا لما بنحط رصاصة في مخ واحد منهم بنعمل ده لهدف نبيل. وانت يا غريب الطريق خلص. بعد ما مجدي عبد العزيز بقى رئيس، حافظ مشهور وصبري اتقلب، ومن بكرة الصبح لازم يدوروا لهم على حد علشان يدفع الحساب ويشيل المشاريع. الخطة دي معطوطة من زمان، من فوق العشر سنين، ومحدش هيقدر يوقفها ولا يقف وسطها. ما تضغطش على نفسك يا غريب، هتفتكر كل حاجة في وقتها. طب طالما الخطة محطوطة من زمان وانتوا عارفين ان مجدي عبد العزيز هو اللي هيكسب الانتخابات، ليه خليت الراجل بتاعك يشتغل طبعا حافظ مشهور؟ لان شغلنا ما فيهوش حقيقة مطلقة، كل حقيقة لها 100 وش. صبري كان واحد من رجالتي صحيح، لكن في اللعبة اللي احنا بنلعبها دي لازم ترص رجالتك زي الدومينو بالظبط. زي الدومينو كلهم ورا بعض، واحد ورا التاني. المهم ان احنا وصلنا للي عاوزينه بالظبط، وزي ما انت التزمت معايا انا لازم التزم معاك. اتفضل يا سيدي. ايه ده؟ ده بقيه المبلغ اللي احنا اتفقنا عليه، ده غير اللي حولته لك على جزر البهامس، فاكرها دي؟ فاكر فاكر دي رقم الحساب اللي صبر اكتشفه بعد كده. ايوه، هو ما كانش متخيل ان ممكن يبقى فيه اتفاق بيني وبينك، علشان كده فضل وراك علشان يأمن نفسه مني اول ما حس ان انا ممكن ابيعه، وانه كده كده هيقع مع حافظ مشهور. كان هيموت علشان يعرف الخطه اللي احنا رسمناها انا وانت، لكن الوقت خلاص اتاخر واللعبه خلصت. طيب انا عندي سؤال، ازاي انت بتقول ان احنا الاتنين كنا متفقين؟ وازاي رحت اتجوزت مراتي؟
سمر وبنتي نور اتكتبت باسمك. ما هو ده الاتفاق اللي كان بيني وبينك، انك اتجوز مراتك على الورق صوري واخد بالي من بنتك لغايه ما نخلص من صبري، وبعدين ارجع اطلقها تاني على الورق صوري وانت ترجع لها وتعيش معها، والمره دي باسم دائم مش اسم مؤقت. بالمناسبه باسبورك الجديد باسمك الدايم ومعه 3 تذاكر درجة أولى للبهامز، روح هناك وابتدي حياتك من جديد. مش عارف ليه مش مطمن. عشان اللي انت فيه يا سيدي. المهم لا، دي الفلاش ميموري اللي صبري حاطط فيها كل اللي مسكوا عليك، خد اتفرج على تاريخك الاسود وامسحه بايدك، امسح غريب ومراد ويوسف رمزي، ينسى كل اللي فات وابتدي حياه جديده. خايف كل ده يطلع في الاخر الوسط وافتح عيني ولا نفسي مجنون تاني. اكيد مهلوس، انت مش شايف ان انا مشلول؟ مشلول عشان الادويه اللي بيدوها لك، لكن لما تاخد المضادات بتاعته هتطلع من هنا جري. ثق في عميان. طيب انا اثق فيك عمياني، بس انا ليا طلب. طلب ايه؟ في واحد يلزمني صبري حجزه هنا في المصحة. الراجل ده انقذ حياتي كذا مره. الدكتور ايمن يا راجل، عيبك انك بتحب الناس بسرعه قوي. على العموم سيب لي الموضوع ده وانا هتصرف. تصرف ازاي؟ ثق في عميان. طيب انا هشوفك تاني. بس يروح حته بعيده ويهدى علشان اعرف استفيد منه. يعني انت شاكك فيه؟ طبعا، لانه صندوق اسود له علاقات مهمه مع ناس كتير، وزي ما كان بيلعب عليا وعلى صبري ممكن يكون بيلعب طرف ثالث ورابع وخامس. بس هو يفتكر. هتعرف ازاي انه افتكر؟ خفيش، مش حسيبه، عيني هتفضل على طول عليه.